دلوقتي الـ شايفين البي دي اف اللي قدامكم صح؟ اه واضح لك. تمام. احنا خدنا الاسبوع اللي فات التورك سبيد كاركترستيك بتاعت الاندكشن موتور، وانا قلت ان احنا يا جماعه لما نتعامل مع الماشينز عموما لازم نتعامل بالكاركترستيك كيرفز بتاعتها. ليه؟ هتفهمني الدنيا ماشيه ازاي. دايما انت لما بتتعامل مع الماشينز حتى في الكتالوج بتاعها مثلا في اي مرجع، دايما الكاركترستيك كيرفز هي بتوضح لك الدنيا ماشيه ازاي. بتوضح لك انك انت ما ينفعش تحمل، لو حملت السرعه قلت. بتوضح لك مثلا لا ما ينفعش انك انت في السيريز دي سي موتور، خلي بالك التيار الفيلد هو تيار الارميتشر، فلو اللود زاد السرعه بيحصل لها ايه؟ بتقل بطريقه كذا. لو الفيلد مش موجود، فدايما الكاركترستيك كيرفز بتقول لك الدنيا ماشيه ازاي. وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات. واحنا قلنا احنا في جزئيتين في الكيرفز عندك، دايما انا بقول عليه التورك سبيد كاركترستيك، او بقول عليه التورك سليب كاركترستيك، بحكم ان انا في الاكس اكسس ممكن اقول عليها سليب وممكن اقول عليها سبيد. لو قلت عليها سبيد يبقى من زيرو الى ان اس، التغيير نفسه بتاع السرعه من زيرو لان اس. لو قلت عليها تورك سليب يبقى الاس هنا بواحد وهنا الاس بزيرو، العكس، عكس السليب عكسها السبيد. تمام. عندي تو ريجونز. اول ريجونز عندي الموتور هنا بيبقى ان ستيبل، الموتور هنا بيبقى ان ستيبل، والموتور هنا بيبقى ستيبل. اي اوبريتنج بوينت هنا بتبقى ستيبل. تمام. قلنا احنا ده التورك الالكتريكال اللي خارج من الموتور، التورك الالكتريكال اللي هو ديبند على البي ديفولوبد، ده اللي خارج من الموتور. طب فين التورك او فين الميكانيكال لود؟ الميكانيكال لود بيجي كونستانت مثلا اهو، بيتقاطع عند نقطة هنا، يتقاطع عند نقطة هنا، يتقاطع عند نقطة هنا. أهم حاجة يتقاطع مع التورك سبيد كاركترستيك في الريجون اللي قدامك دي. لو تقاطع هنا لا انستيبل، لو تقاطع هنا انستيبل. حد عارف ليه السبب؟ حد عارف السبب ايه؟ ايه هو البنات ما بيسألوش ليه؟ هو البنات ما بيسألوش ليه؟ انا دايما بحس ان انا بدي المحاضرة كده للطلبة بس مفيش طالبات خالص، ما بيسألوش ليه؟ ولا هم مش موجودين، ولا هم عددهم قليلين في الدفعة؟ يمكن عددهم قليلين. اه يمكن عددهم قليلين. طب جاوب انت عنده. انا كنت بجاوب على السؤال بتاع البنات. ليه الحته دي مش unstable؟ معنا قلنا احنا النهارده احنا قلنا هنمشي واحده واحده في المحاضره، ومش هنشرح، مش هنشرح دي المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات مبدئيا، دي اه محاضره الاسبوع اللي فات. هنمشي واحده واحده وهناخد المحاضره من الدكتور اشرف، احنا مش هنزود حاجه، بس احنا هنمشي واحده واحده وهناخد محاضره الدكتور اشرف، ده اللي احنا قلنا عليه الاسبوع اللي فات. قول دكتور يا اندرو، أشرف. ليه الجزء، ليه الجزء اللي انت شايفه، ليه الجزء ده اندرو انستيبل والجزء ده ستيبل؟ بتهيألي عشان لسه بيكون الروتور ما خدش سرعته يعني. لا ممتاز يا اندرو فعلا. غلط صح؟ صح كده. دكتور دكتور محمد حضرتك سامعني؟ دكتور النت عندي قطع ولا ايه؟ لا لا يا عبدو، النت عندك شوية. اه فكرت النت عندي، فكرت النت عندي قطع او حاجة.
باشمهندسين باشمهندسين تسمعوني؟ ايه يا دكتور سامعين؟ ايه يا دكتور مع حضرتك. في حصل ديستربنس جامد جدا كده، مش عارف ايه اللي حصل. تقريبا اندرو عمل حاجه في النت. لا والله يا دكتور. طب الاجابه ايه اندرو؟ طيب انت ما جاوبتش حاجه، انا قلت لك ممتاز وخلاص على الناس، على اساس انك انت جاوبت يعني. ما انا عارف، انا قلت ان الروتر ما بيكونش خد سرعه يعني تعمل تورك ان هي تستحمل اللود اللي عليها. لا 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 لا، بص الإجابة بقى عشان خاطر تبقى إيه، شايفين البي دي إف ولا مش شايفين البي دي إف؟ لا لسه حضرتك ما عملتش الشير. لسه ما عملتش الشير اه فعلا. مفيش. بص أدي البي دي إف ظهر قدامكم تمام. هنا، لو جدلا مثلا الكيرف اللي جاي بتاع الميكانيكال تقاطع مع مين؟ تقاطع مع التورك سبيد عند النقطة دي. أول ما يحصل كابلينج بين الميكانيكال تورك والإلكتريكال تورك والشافت يعني، السرعة بتقل. السرعة بتقل يعني ايه؟ يعني بترجع كده. السرعة بتقل يعني بترجع كده. فالنقطة التقاطع دي اللي شايفينها قدامكم بتقل. شوفوا يا جماعة بتقل. لما بتقل بقى نتيجة السرعة قلت، فالموتور بيخرج تورك اقل. فلما يخرج تورك اقل بيدخل في عملية الانستيبل، يعني بيخرج تورك اقل من الشافت من الميكانيكال، فيخرج منك ما يقدرش يتحمل. ثم قال ثم قال ثم قال ثم قال لحد ما ايه، ما الموتور يقف خالص. الموتور يقف عند السرعه زيرو اهي. طب هنا لو الكيرف بتاع الميكانيكال تقاطع مع الالكتريكال في النقطه دي، اول ما يحصل في كابلنج بين الميكانيكال تورك والالكتريكال تورك والشافت مع بعض كلهم، السرعه بتقل. لما السرعه بتقل اهي، شوف يا جماعه السرعه بتقل يعني ترجع لورا كده اهي، ترجع كده لورا. فلا النقطه الاوبريتنج بوينت هنا، اول ما السرعه بتقل بتديني نقطه ثانيه هنا. التورك زاد ولا ما زادش؟ زاد. طب هنا التورك زاد، زاد التورك. كل ما السرعه، طول ما السرعه هنا بتقل في الكيرف ده التورك عندي بيزيد اهو. هنا عند الان اس التورك بزيرو، هنا عند السرعه دي شوف التورك بقد ايه. طب عند السرعه الاقل شوف التورك بقد ايه. طب عند السرعه الاقل شوف التورك بقد ايه، لحد هنا السرعه التورك الماكسيمم. دي مهمه جدا، مهمه جدا الحته دي. فهمتوها يا باشمهندسين؟ فهمتوها؟ انه في الكيرف اللي على ايدك اليمين، الجزء اللي على ايدك اليمين في الاستيبل، لما بيحصل كابلنج السرعه على طول بتقل بتاعت الموتور. فلما السرعه بتقل بيجي لك تورك اعلى، الموتور بيخرج تورك اعلى، بيخرج تورك اعلى، فبتغلب على الميكانيكال تورك. لكن في الانستيبل ريجون، في الانستيبل ريجون الجزء ده، لما بيحصل الكابلنج السرعه بتقل اوتوماتيك. اول ما السرعه بتقل فالتورك الخارج من الموتور بيقل مع السرعه اهو. السرعه قلت التورك قل، السرعه قلت تاني التورك قل تاني اهو، قيمه التورك هنا. فكل ما يفضل يقل 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 لحد ما الموتور يبقى هوب السرعه بتاعته زيرو، بقى انستيبل. اتفهمت الجزئيه دي؟ شمسين هل تسمعوني؟ اه دكتور فاهم حضرتك. يعني ممكن هو بقى الحته دي بيحاول يولد. خلي بالكم، انا شرحت الجزء ده الاسبوع اللي فات، انا شرحت الكلام ده الاسبوع اللي فات. بس قول يا عبد الرحمن. يعني هو حضرتك التورك بيقعد يقل بعد النقطه دي على الرغم ان الموتور بيتحمل اكتر. يعني ايه الجمله اللي انت قلتها يا عبد الرحمن دي؟ انت فاهمها؟ تسيبك من انا فاهمك ولا، بس انت فاهم اللي انت بتقوله؟ انا مش فاهم بصراحه. يا دكتور يعني هو بعد النقطه اللي هي الاس ام اس، انهي نقطه يا عبد الرحمن؟ الاس بعد دي اللي هي الاس ماكس، اللي هي دي الموتور لما حمله اكتر التورك اللي بيولده بقى اضعف. بمجرد انك تحمله بس، مش اكتر يا عبد الرحمن، هتحمله بس. اول ما تحمله طبيعه الاندكشن سرعته بتقل. فبص انا عند النقطه دي اهو، فاول ما حملته السرعه قلت، شوف السرعه رجعت لورا. يقابلها يقابلها ايه؟ تورك اقل. فالتورك الاقل ده مش قادر يتغلب على الميكانيكال، فالسرعه تقل تاني، فيقابلها تورك اقل، فالسرعه تقل تالت، فيقابلها لحد ما السرعه تقف خالص. لكن هنا اول ما يحصل كابلنج عند النقطه دي السرعه بتقل، تطلع تلاقي التورك اعلى من النقطه القديمه. تمام. فعشان كده قلت على الجزء ده ستيبل، وقلت على الجزء ده انستيبل. وشرحنا الاسبوع اللي فات طبعا الايكويشنز بتاعت ده الروتر كارنت، ده الروتر كارنت تمام.
وشرحنا التورك وقلنا التورك دي المعادله يا جماعه العامه بتاعت التورك اللي تنفع في كل مكان وكل زمان. يعني ايه في كل مكان وكل زمان؟ تنفع في الستارتنج، تنفع في النورمال اوبريشن، تنفع في الحمل كذا كذا كده. دي المعادله قدامك، دي المعادله جنرال. بس انا دايما ببسط المعادله بتاعت التورك ليه؟ عشان دايما مش بستخدمها كلها. المعادله الكبيره يعني زي كانك عندك جدول الضرب وانت مش عايز غير منه 5 في 5 مثلا، فاهمني ليه؟ عشان انت عندك او عندك جدول الضرب كله مش عايز غير جدول 5 بس، مش هتشتغل غير على جدول 5 بس مثلا. فدي معادله التورك الجنرال اللي بيمر بيها الموتور من اول ما بيبدا في الستارتنج لحد ما يوصل للنورمال اوبريشن، حاله الايه الشغل الطبيعي بتاعه. فقال لي ايه؟ قال لي طب ما انا ممكن ابسط الكلام ده، يعني بدل ما في مسائل معينه او في اوبريشن معين، طب ممكن اخلي ايه؟ اقول عند سمول فاليو سليب. كلمه سمول فاليو سليب دي معناها الشغل الاوبريشن اللي هو النورمال اوبريشن بتاعي، النورمال اوبريشن بسمول فاليو، عشان اي موتور عندك كاندكشن بيشتغل عند سليب قليله قوي، فالسليب القليله بتديني نورمال اوبريشن، يعني الموتور شغال وفي وضع سيدي ستيت ومفيش مشكله خالص فيه، وانا شايفه كده شغال والحمل مستريح و100 تمام. فمعادله التورك تبقى ايه؟ قال لي السليب لما تكون قليله، يعني الاس تقول للزيرو، يعني الاس بتساوي 1 من 100 مثلا، فالجزء الار على 2 اس، الار على 2 اس بيبقى اكبر بكتير جدا من الاكس 2، عشان كده ممكن الغي الاكس 2 دي خالص واحصل على معادله التورك بالشكل ده اهو. يبقى في النورمال اوبريشن اثناء التشغيل، اثناء ما الموتور شغال والحمل شغال والونش بيرفع لك الحمل بتاعه وينزله الناحيه الثانيه والدنيا شغاله، التورك يتناسب مع طرد مع الاس. طب ات ستاند ستيل يعني لسه هيبدا الموتور، لسه هيقوم، لسه هيتحرك عند ستاند ستيل، تمام؟ الاس بتساوي 1. قال لي الار 2 على الاس قليله جدا على الاكس 2، لذلك التورك يتناسب عكسي مع الاس. فعندك معادلتين للتورك، معادله بستخدمها اثناء الستاند ستيل، اثناء وضع الثبات ولسه هيبدا يتحرك، ومعادله ثانيه اثناء النورمال اوبريشن، وده البين على الكيرف. ده البين عندك ايه على ايه؟ على الكيرف اهو. التورك تتناسب عكسي مع ايه؟ مع الاس، مع السليب، عشان كل شغلنا يا جماعه ديبند على السليب دي. كل شغلنا ديبند على السليب دي، الكنترولنج وكل شغل، حتى الكنترول على الاندكشن بكره وبعد لما تدرسه هتلاقيه ديبند على السليب، تمام؟ فالتورك عندي معادلتين، معادله في النورمال اوبريشن ومعادله ثانيه في الستارتنج. وبعدين خدنا الكويشن قال عليها عبد الرحمن من شويه، تمام؟ وبعدين قلنا احنا عندنا ثلاثه ماكسيمم يا جماعه. عندنا في عرف الاندكشن ماشين، هنقول اندكشن موتور، اندكشن موتور عندنا ثلاثه ماكسيمم. عندنا باور ماكسيمم، عندنا تورك ماكسيمم، عندنا افشنسي ماكسيمم. يبقى ثلاث حاجات ماكسيمم هم هندرسهم المحاضره دي والمحاضرة اللي برجع عليها دلوقتي، يعني انا برجع على المحاضرة دلوقتي اهو، والمحاضرة بتاعت النهاردة هندرس فيها الماكسيمم افيشنسي. يبقى عندنا كام ماكسيمم عندنا بنحاول نوصل له؟ ماكسيمم باور ليس له علاقة بالماكسيمم تورك، ده ماكسيمم وده ماكسيمم، مش شرط يبقى مش شرط الموتور يديني ماكسيمم باور يديني ماكسيمم تورك، وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، ارجعوا للتسجيل وشوفوه. يبقى عندي ماكسيمم باور وفي عندي ماكسيمم تورك، والنهاردة هناخد الماكسيمم افيشنسي. طب عشان احصل على الثلاثه ماكسيمم دول، قال لك معلش 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 استخدم الابروكسيميتد سيركتس للاندكشن ماشين زي ما هي موجوده في الترانسفورمر، تمام؟ وقلنا احنا الابروكسيميتد سيركت دي اهي اهي هتيجي دلوقتي، اللي هي دايره الكور مش موجوده، وقلنا احنا ويل ديزايند اهي، وكاتبها لكم حتى في الكلام اهو، يوسفول اكسبريشن such as maximum efficiency maximum power maximum torque. ان انا ببسط الدايره وببسط الدايره ببسط الدايره لحد ما اثبت بس لنفسي اقدر احصل على الماكسيمم باور، اقدر احصل على الماكسيمم تورك، اقدر احصل على الماكسيمم efficiency، تمام؟ وانا قلت الفرق بين الكلام ده كله انا شرحته الاسبوع اللي فات، الكلام ده مهم جدا، البوينتس دي كلها مهمه جدا، تمام؟ دخلنا بقى في الماكسيمم ديفولت باور، وقلنا الماكسيمم ديفول باور اي دايره كهربائيه بغض النظر عن الماشين والباور ترانس والبروتكشن، اي دايره كهربائيه الكتريكال سيركتس يعني، ازاي بتنقل على باور الانبوت، ازاي بيوصل لك للود اعلى باور تحت كونسبت معين. الكونسبت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الزد انبوت بتساوي زد اوت، ودي المفروض خدتوها في السيركتس. يعني اي دايره كهربائيه بحكم على الدايره الكهربائيه دي بانها بتنقل اعلى باور
الانبوت عندي بيوصل اللود اعلى باور لما يكون الزد انبوت ايكوال لزد اوت. في الحاله دي اقول الدايره اللي قدامك دي بتنقل اعلى باور ممكنه. طب الدايره اللي قدامك دي الزد انبوت فين اهي، الزد اوت فين اهي، حطيت الزد اوت هنا الار 2 على اس في 1 ناقص اس ليه؟ عشان الار 2 على اس في 1 ناقص اس هي المقاومه الديناميك المسؤوله عن اللود، وشرحنا الكلام ده قبل كده وارجعوا للتسجيل. عشان الاوت عندي هنا هو البي ديفولب اللي انا عايز اجيبه كماكسيمم. فالبي ديفولب هي باور مفقوده في دايناميك ريزيستنس قلناها في ثاني محاضره وعبرنا عنها بار 2 على اس في 1 ناقص اس وقلناها جت ازاي. طب البي اف جاب مفقوده باور ايه يا عبد الرحمن؟ ار 2 على اس. بالظبط كده يا عبد الرحمن، ار 2 على اس. يبقى البي ارجاب، ما هي الباور الارجاب؟ هي الباور اللي خارجه من الستيتور داخله على الروتور، فشايف الروتور بالشفط بتاعه بالميكانيكال لود بكل حاجه قدامها ار 2 على اس، هتفقد في مقاومه اسمها ار 2 على اس. طب البي ديفولب بتفقد في دايناميك ريزيستنس ار 2 على اس في 1 ناقص اس اللي هي دي. عشان كده لما عملت الدائره المكافاه بتاعه البي ديفولب ماكسيمم قلت اللود عندي ار 2 على اس في 1 ناقص اس، لما عملتها للارجاب عشان اجيب الماكسيمم تورك عملتها ار 2 على اس. تمام. وبرده البي انبوت بتساوي البي اوت، الزد انبوت بتساوي زد اوت، سوري الزد انبوت بتساوي زد اوت. وقدرت اقول انه البي اجيب البي ارجاب ماكسيمم ومنها اجيب التورك ماكسيمم. وسالت سؤال الاسبوع اللي فات قلت ايه؟ هل لو البي ديفولف ماكسيمم يديني التورك ماكسيمم؟ هل لو انا حصلت على المعادله اللي فوق دي اللي فوق مني دي حصلت على اهي البي ديفولف حصلت عليها ماكسيمم، هل لو البي ديفولف ماكسيمم في المعادله اللي قدامك دي هل ده يعني ان التورك عندي ماكسيمم؟ اريد اجابه دكتور. لا، عشان الاوميجا ام مش ثابته طبقا لسرعه الموتور. يا جماعه عايز حد يتفاعل غير عبد الرحمن وغير الناس اللي بتفاعل معاها والناس اللي عايز حد يجاوب ويغلط ومفيش مشكله، ولا حد هيقول له كذا ولا اي حاجه، انا عايز حد يجاوب مش مشكله يغلط. مش هينفع مثلا كام واحد كده بيتفاعلوا وبعدين لا جاوب. العدد قليل النهارده، انا ممكن اعمل حركه ظريفه جدا النهارده في العدد القليل ده، حركه حلوه يعني. ما علينا، بس زي ما قال عبد الرحمن طبعا انه لو انا عندي هنا الاوميجا ام دي، بصوا يا جماعه كل كلمه بتطلع من لساني او بتطلع من بقي ده موضع سؤال في الامتحان. انا لا بدي مسائل ولا اي حاجه في المحاضره، انا بتكلم عن المحاضره كيكا السكشن متولي الشيتس، انا بنزل الشيتس للمعيدين تمام كده وبيحلوا الشيتس المشكورين يعني ليكم في السكاشن، ومسائل بحته في السكاشن وهنا نظري بحت. فيا ريت يا باشمهندسين يا ريت يا ريت تهتموا بكل الكلام اللي بيتقال. البي ديفولب ماكسيمم لو هي ماكسيمم مش شرط التورك يبقى ماكسيمم، ليه؟ عشان الاوميجا ام عندك متغيره بتزيد وتقل، فممكن البي ديفولب ماكسيمم عند سيرتين بوينت لاوميجا ام عند قيمه معينه لاوميجا ام ما تدريش الدي ديفولب ماكسيمم. ولكن لو حصلت على البي اير جاب ماكسيمم اعلى اير جاب باور اللي في الحاله دي تديني التورك ماكسيمم. طب اشمعنى؟ ايه السبب؟ عشان الاير جاب فوق دماغ خريشه مثلا؟ لا، قال لي عشان الاوميجا اس ثابته 2 باي سوري الاوميجا اس بتساوي ايه؟ الان اس بتساوي ايه؟ بتساوي ايه يا عبد الرحمن؟ 120 اس على بي. بالظبط ثابته، الفريكونس ثابت والبولز ثابته وال 120 ثابته والان اس بجيب منها الاوميجا اس، فالاوميجا اس ثابته ف ف ف ف فالبي ارجاب لو هي ماكسيمم تديني التورك ماكسيمم على طول. لكن البي ديفول عشان كده رحنا اي بصوا يا جماعه خطوه ثانيه اهو الماكسيمم اير جاب باور. ايه الشغلانه دي؟ ما لسه جايب باور ماكسيمم فوق اسمها ديفولب. لا انا البي اير جاب ماكسيمم مش جايبها عشان خاطر سواد عيونها، لا انا جايبها عشان التورك، عشان انا عايز اجيب البي ديفولب ماكسيمم وعايز اجيب التورك ماكسيمم.
فروحت اجيب التورك ماكسيمم من البي ديفلوب فما عرفتش، قلت لا مش صح، فقلت طب اروح اجيبها من ايه جاب ماكسيمم، فروحت عملت نفس الدايره بس خليت الريزيستنس ار 2 على اس علشان الايكوفالنت ريزيستنس اللي بتفقد فيها البي اي جاب هي الار 2 على اس بخلاف البي ديفلوب اللي هي ار 2 على اس في 1 ناقص اس. تمام، وفضلنا ماشيين نفس الخطوات بالظبط نفس الخطوات بالظبط لحد ما جبنا مين التورك ماكسيمم من البي اير جاب ماكسيمم قسمتها على الاوميجا اس جبت التورك ماكسيمم وده اعلى تورك. وقلت ملحوظه غايه في الاهميه، قلت خلي بالك التي ماكسيمم ده بيحدث عند سيرتين بوينت لاس، ارجع له كيرف. يعني ايه الكيرف عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك خلي بالك فين التورك ماكسيمم على الكيرف، اهو النقطه دي اسمها التورك ماكسيمم اعلى تورك بيخرجوا الموتور الفلاني ده، عندها عندها اس ماكسيمم عندها سليب، السليب دي مش اعلى سليب، اعلى سليب بواحد، لا ده السليب اللي بيحدث عنده التورك كماكسيمم. كلمه اس ماكسيمم دي معناها السليب اللي بيحدث عندها الماكسيمم تورك، مش اعلى اعلى قيمه سليب معروفه بواحد، يعني السليب بتتراوح من 0 ل1 فالاس اعلى قيمه للاس هي الواحد، ولكن الاس ماكسيمم مش المقصود بها اعلى قيمه للاس، المقصود بيها انه عندها بيبقى اعلى قيمه للتورك عشان كده بسميها اس ماكسيمم. تمام، قال لي هنا في قانونين مهمين جدا وبرضه وضع موضع لسؤال اسئله، يعني مش سؤال، ادي قانون الاس ماكسيمم اهو، اس ماكسيمم ديبند على الار 2. ما هي الار 2؟ الار 2 هي مقاومه الروتور. ما هي الار 1؟ هي مقاومه الستيتور. الار 2 دي مهمه جدا من اهم الوسائل للتحكم في الاندكشن موتور، في السرعه مثلا او في الستارتنج كارنت، في التورك، في الحاجات دي، وهناخد الكلام ده. الار 2 المقاومه بتاعه الروتور دي اللي انت شايفها دي مهمه جدا في الكنترول بتاع الاندكشن موتور، مهمه جدا. فالبي اير جاب ماكسيمم جبت منها التورك ماكسيمم، لو بصيت على معادله التورك ماكسيمم اهو ومعادله الاس ماكسيمم هتلاقي الار 2، وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، هتلاقي الار 2 لو اتغيرت الاس تتغير، بس لو الار 2 اتغيرت التورك ما يتغيرش، واهي الاس ماكسيمم ديبند على الار 2 ولكن التورك ماكسيمم مش ديبند على الار 2. عشان كده بصوا يا جماعه الماكسيمم تورك ثابت اهو، لو غيرت الار عملت انكريز للار 2 كل ما زود الار 2 كل ما الماكسيمم يجي هنا مع اختلاف الاس لحد ما الاس تبقى ايه؟ لحد ما احصل على الماكسيمم عند الستارتنج. ودي نقطه مهمه جدا ان انا عن طريق ار 2 بتاعت الروتور ممكن انكريز 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 فيها لحد ما الموتور يبدا بالماكسيمم تورك بتاعه، ودي مهمه جدا في عرف الماشين انه ازاي الموتور عندي يبدا بالماكسيمم ايه؟ يبدا بالماكسيمم تورك. تمام؟ طبعا اس ماكسيمم هنا سويتها بواحد لو بدا بالماكسيمم تورك، وبعدين جبت ايه بقى وخدنا الكلوس فورميولا وبعدين قلنا فايدتها ايه ورسمنا الايه. عندي سؤال معلش. قول يا اندر. مش انا دلوقتي لو بدات الموتور عند الماكسيمم تورك كده هيبقى في الان ستيبل، في المنطقه الان ستيبل؟ لا ليه؟ عشان عند الماكسيمم تورك يا اندرو، عند الماكسيمم تورك هو ليه بيبقى ان ستيبل؟ هو مبدئيا الماكسيمم تورك نقطه كريتيكال وليست ان ستيبل، ده اول حاجه. ثانيا انت النهارده يوم ما اقول لك انا لما بركب الشافت على الشافت، لما اركب الميكانيكال لود على الالكتريكال لود، فالسرعه عندك بتقل نتيجه الميكانيكال، بيبقى في انرشيا، في حته انرشيا شويه. ولكن لما بتبدا بالتورك ماكسيمم ايه ده، مش مفيش تورك هيتغلب عليه، ده السرعه هتزيد، يعني السرعه نفسها هتزيد. فاهمني اندرو؟ هنا في اندفاع، في اندفاع من الموتور. انت بادئ بتورك ماكسيمم يعني ايه؟ يعني ايه تورك ماكسيمم؟ يعني عندها ال 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 في اندفاع من الموتور ناحيه الميكانيكال لود. امتى يبقى انستيبل يا اندرو؟ لما يكون الشافت نفسه الميكانيكال لود في الحاله دي ايكوال للتي ماكسيمم. تمام ماشي. الحاله دي بقى هيبقى الفرق بينهم الانرشيا، فهيبدا يديكريز بقى، السرعه هتقل بقى. هل اول ما السرعه بتقل بيفضل يقل يقل لحد ما يوصل للانستابيلتي بتاعه. تمام؟ ماشي. نبدا في محاضره النهارده بعد كلوسس فورمولا مهمه جدا. كلوسس فورمولا عليها اسئله كتيره جدا، عليها مسائل، عليها اسئله نظري لكلوسس شرحتها اخر محاضره الاسبوع اللي فات. انا بس شايفها تاني عشان الوقت بس بتاع المحاضره. تمام. كله شايف البي دي اف بتاع الماكسيمم افشنسي؟
اه يا دكتور واضح. الماكسيمم افشن صح؟ يبقى احنا خدنا الماكسيمم ديفولت باور، خدنا الماكسيمم ديفولت باور، وبعدين خدنا الماكسيمم ارجاب اللي منها بجيب الماكسيمم تورك، ودلوقتي هناخد الماكسيمم افشنسي. بين الثلاثه ماكسيمم خدنا كلوزس فورمولا. يبقى خدنا الماكسيمم ديفولت باور ازاي نجيبها؟ بالابروكسيميتد ايكوفالنت سيركت، وحلينا اللود هو الديناميك ريزيستنس ار 2 على اس في 1 ناقص اس، وقلنا زد ام بتساوي زد اوت، وفضلنا نثبت على ايه البي دي ماكسيمم، البي دي فولت ماكسيمم. وبعدين قلنا معلش البي دي فولت ماكسيمم مش هي اللي توديني للتورك ماكسيمم، طب ايه المطلوب مني؟ اني اشتغل على الايكوفالنت سيركت الثانيه وهي ار 2 على اس كلود عشان اقول البي ارجاب ماكسيمم. بعد ما اجيب البي ارجاب ماكسيمم منها اجيب التورك ماكسيمم، بي دي فولت ماكسيمم، البي ارجاب ماكسيمم، التورك ماكسيمم. رحنا عملنا حته الكلوزس فورمولا عشان الكلوزس فورمولا معتمده على التورك ماكسيمم، والكلوزس فورمولا مهمه جدا زي ما قلت لك من النيم بليت بتاعت الموتور تقدر ترسم الكاركترستيك كيرفز بتاع اي موتور. وخدنا الكلام ده اخر المحاضره الاسبوع اللي فات من النيم بليت، يعني انا اروح على النيم بليت بتاعت الموتور واخد البيانات بتاعتي ده الاس بكذا، السرعه بكذا، السرعه دي بكذا، التورك كذا، نسبه التورك للتورك ماكسيمم التورك نومينال كذا النسبه اخدها، واروح اجيب الارقام دي واحطها في تيبل وافرض الاس بكذا يديني التورك بكذا، وارسم احلى تورك سبيد كاركترستيك للموتور اللي قدامي. عملي اهو انا بتكلم عملي، بروح للنيم بليت بتاعت الموتور من الريشيو بتاعت التورك ماكسيمم الموجود على النيم بليت والتورك نومينال اللي هي التورك ريتد، يعني الريشيو دي اجيبها وارسم بيها الكاركترستيك، وممكن اشوف الاوبريتنج بوينت شغال فين بالظبط وادرس بقى واكمل. يبقى البي ديفولت ماكسيمم، التورك ماكسيمم، لما رحت للتورك ماكسيمم خدنا كلوزس فورمولا، دلوقتي بندرس الماكسيمم افشنسي. اعلى افشنسي ممكن اخلي الموتور يشتغل عندها، اعلى افشنسي ممكن اخلي الموتور على نفس المبدا بنفس الايكوفالنت سيركتس اللي عندي. هنا الافشنسي يا جماعه ومحاضره النهارده بالذات، محاضره النهارده بالذات اسئلتها كتيره قوي، محاضره النهارده بالذات اسئلتها كتيره قوي وافكارها كتيره قوي. مبدئيا علاقه الافشنسي، علاقه الافشنسي لما اقول الافشنسي او الاكويبمنت اللي قدامي او الماشين اللي قدامي دي كفاءتها 100% دي معناها نو لوسز، مفيش لوس خالص. الانبوت باور هي الاوت باور، الانبوت الكتريكال باور هي الميكانيكال اوت باور، مفيش لوس. طب احنا خدنا كام نوع من انواع اللوسز في الماشين اندكشن؟ خدنا اول نوع قلنا احنا البي كبر لوسز بتاعه الستيتور، مفاقيد النحاسيه الموجوده في الاسلاك الموجوده في الستيتور، وبعدين البي كور بتاعه الستيتور خرج الباور بعد ما فقدت الكور والكبر، راحت على مين؟ راحت على الارجاب، راحت على الروتر. اول حاجه تفقدها اللي هي الباور البي ال اللوسز بتاعت مين؟ الاسلاك بتاعت الروتر، الروتر كبر لوس، خرجت كبي ديفلوب على الشاف بقى بي ميكانيكال، شويه لوسز موجودين في الميكانيكال اللي هم الفريكشن لوسز والاحتكاك والمروحه اللي بتحطها عشان التبريد على الشافت والحاجات دي كلها دي ميكانيكال لوس والويندج والكلام ده، تمام كده؟ خرجت بره بيور باور ميكانيكال بتحرك لود قدامها، يبقى الباور بتتنقل من 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 الى بتوصل للميكانيكال باور يعني. في عندك مفاقيد ميكانيكيه اللي هي بتلاقيها في الاخر، وفي عندك مفاقيد كهربيه، ثلاث مراحل البي ستيتور كابل لوسز، البي كور مش موجوده، والبي روتور كابل لوس. تمام لحد دلوقتي؟ دي البي انبوت عندي عباره عن 3 في في ايكوزاين فاي لانها الكتريكال باور صريحه 100% جاي من سورس، فانا بقول 3 في فيز اي فيز كوزاين الزاويه المحصوره بين البي والايه والار. طب ما علاقه البي انبوت بالبي اوت؟ هي علاقه اللوسز زي ما قلت لك من شويه، انه البي اوت بتساوي البي انبوت ناقص حبه لوسز موجودين عندي في الموتور جوه. اللوسز دي عباره عن ايه؟ الكبر لوسز بتاعت الستيتور والكبر لوسز بتاعت الروتور والبي اي روتيشنال. البي روتيشنال متمثله في كذا حاجه، كلمه روتيشنال معناها ايه؟ الويندج، الفان اللي بتركب، الويندج هي الفان طبعا، الستري لوسز، الحاجات كلها اللي بتبقى ميكانيكال بسميها البي روتيشنال، ودي بتبقى ثابته. الروتيشنال دي يا جماعه بتبقى ثابته فيكسد، يعني لو قلت لك مثلا في مساله ما الفيكسد باور لوسز ايكوال مثلا 500 واط، يبقى البي روتيشنال عندك 500 واط.
لو قلت لك البي روتيشنال بتساوي 1000 وات، خلاص البي روتيشنال 1000 وات، ما انا قايلها لك نصا. تمام، يبقى البي روتيشنال دي باور ثابته بغض النظر عن ايه، عن تغيير او تحميل الموتور. طيب يبقى عوضت عن البي انبوت، وبعدين البي ستيتور كابل لوس عوضت ب 3 اي 1 سكوير ار 1. البي روتور كابل لوس عباره عن 3 اي 1 اي 1 اي 1 التربيع ار 2 زائد البي مين زائد البي روتيشنال زائد البي روتيشنال. وبعدين اخدت الاي واحد عن مشترك وسميت دي معادله رقم 2 حيث معادله رقم 1 عنده، وقسمت 1 على 2 بحكم انه دي بي اوت ودي بي انبوت عشان اخد الافيشنس اهي. تمام، يبقى البي اوت على البي انبوت دي الافيشنس بتاعتي. بس هنا اي واحد وهنا اي واحد وهنا اي واحد بسطا ومقاما اي واحد، وانا عندي اي واحد بيساوي اي 2 من الايكويفالنت اهي السيركت اللي قدامك دي، الاي واحد بيساوي اي 2 دايره الكور مش موجوده، فانا ممكن اقول البسط المقام عندي اي واحد وممكن اقول عليه اي 2. تمام، اهو اي واحد ايكوال اي 2 نتيجه الايكويفالنت مين سيركت. طب امتى تحصل على ماكسيمم افيشنسي؟ امتى تحصل على ماكسيمم افيشنسي؟ حد مين هيتكلم؟ تقول لو لما الميكانيكال لوسز بتساوي الالكتريكال لوسز. لا مش كده يا اندرو، لما الفيكسد لوسز بتساوي الفيكسد بتساوي الفاريبلز. اه تمام ماشي، هي بس لو هنوصل لها دلوقتي يعني مبدئيا لو عندي بص يا باشمهندسين، احنا قلنا في علاقه بين الرياضه وبين الفيزياء في المواد بتاعتك، فعندي الافشنسي هنا الكفاءه عندك نظريه فيزيائيه موجوده في الطبيعه لكل اكويبمنت عندك ولكل ماشين كفاءه معينه. ديبند على مين؟ ديبند على اللوسز مجموعه من مين المفاقيد الموجوده نتيجه الطبيعه بتاعتها. ولكن عشان اجيب ماكسيمم افيشنسي فبستخدم بقى الرياضه بقى. اي معادله في الدنيا، اي معادله رياضيه في الدنيا ليها فاريبل، ليها فاريبل. لو فضلت المعادله دي، لو فضلت المعادله دي بالنسبه للفاريبل ده وساويته وساويت المعادله دي بالصفر فهتبقى معادله صفريه، هجيب منها قيمه الفاريبل ده يديني الماكسيمم بتاع الايه المعادله دي. نظريه رياضيه بحته ليس لها علاقه باي برانش عندك، ولا علاقه بمدني ولا بكهرباء ولا ميكانيكا ولا الكلام ده. تمام، يبقى انا عندي هنا هفاضل الافشنسي بالنسبه للاي 2 في المعادله دي واساويها بالصفر. واساويها بمين؟ بالصفر. تمام، هساويها بايه؟ بالصفر. هفاضل المعادله بتاعت الافشنسي، هسال سؤال ومش هجاوب عليه. ليه انا فاضلت الافشنسي بالنسبه لاي 2 وسويتها بالصفر عشان احصل على الماكسيمم افشنسي، وما فاضلتش الافشنسي بالنسبه لاي 1 عشان احصل على الماكسيمم افشنسي؟ اه ليه؟ عشان اللود هو اللي عشان الاوتبوت عند الروتر، عشان بالظبط عشان الباور. طب خلاص هجاوب عليه. طب اوكي طالما انت جاوبت، عشان انا بالنسبه لي الفاريبل عندي البي اوت مثلا. تمام، فالفاريبل عندي البي اوت عندك اللي هي البي ديفلوبد ديبند كلها على بعضها على اي 2 البي ديفلوبد والبي ارجاب. تمام، اي 2 سكوير اي 2 سكوير صح ولا لا؟ الاوت باور، الاوت باور ديبند على اي 2، الاوت باور ديبند على اي 2 عشان الخلاصه بس. تمام، فكملت فاضلت المعادله وسويتها بالصفر قلت 3 اي 2 سكوير ار 1 زائد ار 2 تساوي البي روتيشنال. لما فاضلت ده فضلت البسط والمقام وتفاضل البسط في المقام والكلام ده كله، وبعدين المقام ده يروح في داهيه عشان معادله صفريه، لقيت في الاخر انه 3 اي 2 سكوير ار 1 ار 2 بيساوي البي روتيشنال. البي روتيشنال دي فيكس باور، الاي 2 سكوير ار 1 ار 2 دي الباور المفقوده في الكبر بتاع الاستيتور والباور المفقوده في الكبر بتاع الروتور. الباور المفقوده في الكبر الاستيتور والروتور دي اسمها فاريبل لوسز باور، اللوسز المتغيره ديبند على الكرنت. الكرنت مسحوب اعلى يديني لوسز اعلى، الكرنت مسحوب اقل يديني لوسز اقل، فدي اسمها فاريبل لوسز. هنا بقى البي روتيشنال دي فيكسد لوسز، فدايما لما بيتحقق الشرط بتاع الفاريبل لوسز ايكوال، طبعا خدتوها في الترانسفورمر وخدتوها في كذا برانش، انه لما يتحقق الكونسبت بتاع الفاريبل لوسز ايكوال الروتيشنال لوسز او الفيكسد لوسز ده بيحقق لي الماكسيمم افشنسي. بيحقق مين الماكسيمم افشنسي؟ ومن العلاقه دي اقدر اجيب الاي 2، اقدر اجيب اقدر اقول لو الاي 2 سوا كام امبير
يبقى الروتيشنال بتساوي الفاريبل او الفيكسد بيساوي الفاريبل. تمام، يعني الاي 2 بيساوي ايه؟ البي روتيشنال على 3 ار 1 زائد ار 2. قيمه الاي 2 دي لو الموتور تستم عليها، لو الموتور الاي 2 ده استسلم عليها، يبقى انا كده احط زي ما بيقولوا بطني بطيخه صيفه، واقول خلاص الموتور اللي قدامي ده شغال على الماكسيمم افيشنسي. الموتور اللي قدامي ده شغال على مين؟ على الماكسيمم ايه؟ على الماكسيمم افيشنسي. تمام، هنا بيقول لي في اباط ايكويشن اتس كلير ذات، واضح انه من المعادله اللي فوق دي انه الافيشنسي عندك توصل ماكسيمم لما الفاريبل لوسز عندي ايكوال مين؟ الفيكسد لوسز. وما هي الفيكسد لوسز؟ هي البي روتيشنال او المفاقيد بتاعه الميكانيكا اللي في الاخر دي، تكاك ستري لوسز، الفان، الويندج، الحاجات دي. طب حد ليه اي سؤال في الماكسيمم افيشنسي؟ حد لأي سؤال في الماكسيمم افيشنسي؟ باش مهندسين، حد لأي سؤال في الماكسيمم افيشنسي؟ عبد الرحمن. ايوه دكتور، مع حضرتك يا دكتور. في مشكله في الماكسيمم افيشنسي دكتور؟ انا كان عندي سؤال صغير بس، هو انا ينفع اجمع المفاقيد على البي انبوت صح؟ ده سؤال صغير يعني ده ولا ايه؟ لا يعني ينفع اجمع المفاقيد على البي انبوت بدل ما اطرحها من البي اوتبوت صح؟ صح. بس خلاص انا ماشي. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا البي ديفولف ماكسيمم، وبعدين اخذنا البي ارجع ماكسيمم، جبنا منها التورك ماكسيمم، ولما مسكنا التورك الماكسيمم في ايدينا رحنا لجأنا للكلوسس فورميولا، وقدرنا نرسم الكاركترستيك كيرفز بتاعه الكلوسس فورميولا او بتاعه الموتور. وبعدين قلنا طب ما احنا نفكر نجيب الماكسيمم افيشنسي، فلقينا الماكسيمم افيشنسي، لقينا ان لما الفيكسد لوسز ايكوال الفاريبل لوسز بيتحقق الماكسيمم افيشنسي. تمام، في مشكله لحد دلوقتي؟ تمام، وادي الباور فلو. تعال بقى نشوف بقى الحاجات الحلوه بقى. لو انت بيقول لك اف، لو الاول لوسز ار نيجليكتد، يعني ايه كل اللوس نيجليكتد؟ يعني كل اللوس عندك مهمله ما عدا البي روتور كبل لوسز. يعني لو جيتك في امتحان مثلا قلت لك خلي بالك الاندكشن ماشين قدامك دي كل اللوس عندك مهمله ما عدا اكسبت ايه؟ البي روتر كبل لوسز. بص يا جماعه البي انبوت هنا بتساوي البي ارجاب، ليه؟ عشان الفرق بين الانبوت باور والارجاب باور هي الباور المفقوده في الكور والستيتور، صح ولا لا؟ الفرق بين البي انبوت والبي ارجاب هي باور مفقوده في الستيتور، صح كلامي؟ فلو الستيتور دي ملغيه يبقى البي انبوت بتساوي البي ارجاب، يبقى البي ارجاب هي البي انبوت، يبقى البي اوت، والبي اوت كمان بتساوي البي ديفولب عشان الميكانيكا اللوز مفقوده يبقى مش موجوده. وانا عندي البي ديفولب بتساوي 1 ناقص اس في البي ارجاب، البي انبوت بتساوي البي ارجاب، والبي اوت بتساوي 1 ناقص اس في البي ارجاب. لو قسمت الانبوت على الاوت هيديني 1 ناقص اس، يبقى الافشنسي بتساوي ايه؟ 1 ناقص، ودي اعلى افشنسي للاندكشن ماشين. يبقى لو اهملنا كل اللوسز، ما المقصود بكل اللوسز؟ الفيكسد والبي روتيشن البي كبر اللوس بتاعت الستيتور، وما خليناش غير لوس واحده بس ما اهملناهاش نتيجه علو قيمه الاي 2 ونتيجه برضو وجود الريزيستنس ار 2 بقيمتها. فلو جيت في موضوع ما يعني قلت لك اهمل كل اللوسز ما عدا البي روتيشن بي روتور كبل لوس ما عدا المقاومه بتاعت الروتور، فالافشنسي بكام؟ تقول لي 1 ناقص اس على طول. 1 ناقص مين؟ 1 ناقص اس. تمام؟ طيب لو اهملت كل اللوسز بس بشرط
البي ستيت الكابل لوسز بتساوي البي روتور كابل لوس. يعني فرضت ان المقاومه بتاعت الروتور والمقاومه بتاعت الستيت والكارنت هنا والكارنت هنا، اللوسز هنا زي اللوسز هنا بالظبط، تمام؟ لو اللوسز هنا قد اللوسز هنا، مبدئيا البي ستيت الكابل لوسز من الاسبوع اللي فات اس في البي ارجاب، السليب في البي ارجاب هي نسبه السليب من الباور، يعني الباور حصل لها سليب، حصل لها فقد اول ما عدت على الستيت. البي ام بتساوي ايه؟ البي ارجاب زائد السليب الموجود في الارجاب، يعني بيساوي 1 زائد الاس في البي ارجاب. طب والبي او بتساوي ايه؟ 1 ناقص الاس في البي ارجاب بتساوي البي ديفولو، تمام؟ يبقى الاي افيشنت بتساوي ايه؟ البي اوت على البي انبوت بسطر مقاما طلعت 1 ناقص اس على 1 زائد اس. يبقى الافيشنسي امتى بتساوي 1 ناقص اس على 1 زائد اس؟ لما الكل اللوس عندك مهمله والبي ستيت كابل لوس بتساوي البي روتور كابل لوس. دي كلها محض اسئله، كلها دي ايه؟ وضع لايه؟ لاسئله، تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى عندك نوعين او قيمتين من الافشنسي. لو كل اللوسز مهمله ما عدا البي روتور كابل لوسز الافشنسي بتساوي 1 ناقص اس. لو كل اللوسز مهمله والبي ستيتور كابل لوسز بتساوي البي روتور كابل لوسز في الحاله دي الافشنسي بتساوي 1 ناقص اس على 1 زائد اس. حد ليه سؤال في الجزئيه دي؟ دكتور يعني احنا يعني احنا مش هنهمل الستيتور كابل لوسز صح؟ في الثانيه دي مش هتهمل الستيتور كابل لوس، هنسويها بالروتر كابل لوس. بالروتر، تمام. هم هذا تمام. طيب هنا بقى بقول ايه؟ هنا بقول سم امبورتنت ريليشن ات سمول فاليو اوف سليب. في علاقات او قوانين مهمه جدا عند قيمه السليب الصغيره. ما معنى كلمه at small value للسليب؟ معنى اكتبها لك قدامك يا حبيبي، هكتبها لك ايه؟ معنى small slip معناها الموتور شغال في النورمال اوبريشن، معناها الموتور شغال قدامك اهو، الاسانسير اللي قدامك ده شغال وبيطلع ناس وينزل ناس، ده النورمال اوبريشن. الونش اللي قدامك ده شغال وبيطلع بيطلع الحاجه دي ويوديها الناحيه الثانيه وكذا ويرفعها في على الكوبري الفلاني. المواتير شغاله كده، بتروح للمواتير بتاعت الكهرباء والبترول العوامات ولا مش عارف كذا. الموتور طالما شغال على حمل، السليب دايما تكون اقل 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 لحد ما توصل لقيمتها 5% او 1% او 2%. فدايما لما اقول لك ات سمول سليب دماغك تروح على طول للنورمال اوبريشن، دماغك تروح على طول للستيبل ريجون لحاله الاستقرار، دماغك تروح على طول لايه بقى؟ لانه الافشنسي بتبقى اعلى. اهو ارجع تاني بالذاكره اهي، كل ما تقل سليب هنا اهي، 1 ناقص 0 بكام؟ 1 ناقص 0 بكام يا عبد الرحمن؟ 1 يبقى 1 يبقى الافشنسي 100%. فكل ما السليب هنا تزيد اهي، كل ما السليب تزيد كل ما الافشنسي تقل، صح ولا لا؟ تمام. بس دي روتور افشنسي كده يا حبيبي، يا حبيبي الروتور افشنسي دي موتور افشنسي مش الروتور افشنسي. يعني قصدي لحقت لما كفر لوسز تساوي الستيت لوس. في حاجه يا عبد الرحمن خدناها الاسبوع اللي فات اسمها الروتور افشنسي. الروتور افشنسي ثابته 1 ناقص اس. الروتور افشنسي بيساوي 1 ناقص. وده سؤال تاني برضه عبد الرحمن، امتى الموتور افشنسي بيساوي الروتور افشنسي؟ هتقول لي لما اللوس كلها نيجلكتد وبس الروتور كابل لوس هي الموجوده. تمام فهمت حضرتك. ما هي معروف، هو لما يكون اللوس كلها في الروتور يبقى الدخل بتاع الروتور كباور هو البي انبوت والخارج بتاع الروتور هو البي اوت، ما هي معروفه، ما هي مش محتاجه كيمياء يعني. لما يكون اللص المفاقيد كل لا تخيل بقى لو ما عندكش مفاقيد خالص لا روتور ولا ستيتور ولا كذا، يبقى الافشنسي كام؟ يبقى الافشنسي 100%. 100%. طب لما يكون مفاقيدك كلها في الروتور يبقى الافشنسي بتاعت الموتور نفس الافشنسي الروتور. فاهم حضرتك. يبقى الروتور هو اللي بيحكم العمليه، هو الروتور هو اللي بيحكم العمليه. يبقى الباور داخله على الستيتور عدتها من غير مفاقيد، دخلت على الارجاب عدتها من غير مفاقيد، اول ما راحت للروتور بقت اصبحت هي البي انبوت، واول ما خرجت من الروتور اصبحت هي البي اوت. عشان كده قلنا الافشنسي بتاعت الموتور هنا 1 ناقص اس، تمام؟ طبيعي انه السليب عندك زي ما قلت لك انها كل ما تقل كل ما تديني افشنسي اعلى، تمام كده؟ فالمهم لما اقول لك عند سمول سليب دماغك على طول تروح للنورمال اوبريشن، لما اقول لك سمول سليب دماغك تروح على طول للنورمال ايه؟ للنورمال اوبريشن، تمام؟ طيب
الديفولت تورك ات سمول سليب فاليو، خدنا الكلام ده ولا ما خدناهوش؟ احنا قلنا في عندنا معادله كبيره او عندنا جدول الضرب بتاع من 1 لحد 1000، وانا مش عايز غير منه جدول الضرب بتاع 2 في 2 بس. ليه عايز جدول الضرب 2 في 2؟ عشان ده اللي هستخدمه، ده اللي ههتم بيه، ده اللي مش هطلع براه يعني. فعندي معادله تورك كبيره قوي تنفع في كل مكان وكل زمان، تنفع من البدايه للنهايه، تنفع من الستارتنج لايه للنورمال اوبريشن. انا قسمت قبل كده وهقسمها تاني دلوقتي. عند سمول سليب، عند سمول سليب ممكن اقول ايه؟ التورك عندي بيساوي 3 في سكوير اس على اوميجا اس في ار 2. تمام. طب ليه بتعقد الامور كده؟ انا واحد يسالني مثلا ليه بتعقد الامور كده، هو مش تعقيد، ده تبسيط امور. انا النهارده لما اقول لك معادله التورك دي بند على الار 2 والفي او الاس، واضحه قدامك وصريحه، عشان لما تاخد انواع الكنترول المختلفه للاندكشن تبقى عارف ان الفولت لو قل سنتي، لو قل حاجه بسيطه التورك هيتبهدل، عشان التورك يتناسب مع مربع الفولت. طب السليب شوفها تناسبها ايه مع التورك. السليب كل مثلا ما تزيد التورك عندي ايه؟ بيزيد. هتقول طب ما انا فوق كاتب ان السليب ما فيش علاقه، علاقه الافشنسي حاجه والتورك حاجه ثانيه. تمام. الار 2 بتاعت الروتور كل ما بزود قيم في الار 2 كل ما التورك عندي بيزيد، كل ما مقاومه الار 2 بتزيد كل ما التورك بيزيد. فدايما لما تدرس انواع الكنترول المختلفه للاندكشن وتدرس الحمل بتاع الاندكشن نفسه، ما هو مش اي حمل يا جماعه اتحكم فيه يعني مثلا سي مثلا عندي، هناخد الكلام ده الاسبوع الجاي ان شاء الله. فدي معادله التورك اثناء النورمال اوبريشن. فانا كاتب لك ايه بقى؟ خلاص هنشتغل على دي، الموتور شغال قدامنا بمعادله تورك اسمها 3 في سكوير اس على اوميجا اس اللي هي ثابته في ار 2. فجيت اول نوت قلت لك ايه؟ باشمهندسين سامعني؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. ماشي. اول نوت قلت لك ايه؟ فور بص يا جماعه، كل سطر وكل كلمه في الملزمه في الملازم كلها مهمه جدا. هكرر الكلام ده كل مره. فور كونستانت في 1 وار 2 دي معناها ايه؟ مع ثبوت ال في 1 وثبوت الار 2، يعني الروتر عندك مقاومته ثابته. والفولت اللي انت مطبقه على الموتور اللي شغال قدامك ده، اللي شغال قدامك ده وبيفضل يضغط ولا يضخ زيت ولا بتاع، الفولت اللي عليه ثابت. الروتر بتاعته مقاومته ثابته ما اتغيرتش ولا حد لمسها، والفولت اللي مطبقه عليه ثابت والموتور شغال قدامك. يبقى في الحاله دي التورك يترتب طردي مع الاس. السليب لو زادت التورك يزيد، لو السليب قل التورك يقل. ده لو الروتر بتاعت الريزستنس ثابته والفولت الابلايد عليه ثابت. لما تثبت الحاجتين دول والموتور شغال قدامك وفي اللودنج بتاعه والحمل الميكانيكي ستيبل وكل حاجه، يبقى ينطبق عليه قانون التورك ده. اي نعم ينطبق عليه قانون التورك اللي فوق ده الكبير قوي ده، بس هتعقد نفسك ليه؟ ما انت شغال عند سبول سليب، شغال عند سليب قليله جدا. فالقانون ده صح والقانون ده صح. يبقى انا لما اشتغل عند سمول سليب يبقى استخدم القانون المهندم الصغير اللي اقدر اتعامل معاه في التناسب الفردي والعكسي. طب هنا التورك اتناسب مع مين؟ التورك اتناسب مع السليب. بس في حاله ايه؟ في حاله الفولت اللي انت مشغل بالموتور ثابت مش متغير، ما بتغيروش، والريزستنس بتاعت الموتور ثابته. ده اول معلومه. المعلومه الثانيه بقى، قال لي تو جيت كونستنت ديفولب تورك، عشان احصل على 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 ديفولب تورك ثابت عند سليب متغيره. كلمه سليب متغيره دماغك تروح على طول على السرعه المتغيره. ما هي تغيير السرعه دي تغيير سليب على طول. تغيير السرعه هو تغيير سليب. تمام؟ اهي كاتبها لك اهي، اهي انا مش واخد بالي والله. كاتبها لك اهي سبيدز. عن ديفرنت سبيد بمعنى ايه؟ يعني عبد الرحمن قاعد كده بيكلم الولد اسمه اندرو ده، بيقول له اندرو عايزين نعمل فكره حلوه. ايه الفكره دي؟ الفكره دي عايزين ان الموتور اللي قدامنا ده نشغله عند كذا سرعه، بس بينه وبينك عايزين التورك يطلع ثابت ما يتغيرش. تيجي نعمل الفكره دي، فالفكره دي عجبتهم، يعني ان الموتور يشتغل عند كذا سرعه متغيره بس التورك ثابت.
وده بيستخدموه في الكنترولنج. يعني النهارده مثلا لما انت سرعات متغيره، السرعه نفسها متغيره والحمل ثابت، الميكانيكال لود ثابت، وانت عايز سرعه متغيره، فلازم تحافظ على القوام اللي هقولها لك دلوقتي ده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الروتور ريزيستنس must be adjusted such as ار 2 على اس كونستانت. دي معناها ايه؟ معناها لو السرعه اتغيرت تغير لي معاها ار 2، لو السرعه قلت ار 2 اتقل، السرعه قلت ار 2 اتقل، السرعه قلت ار 2 اتقل. طب ليه؟ عشان تحصل على ار 2 على اس كونستانت، النسبه بينهم كونستانت. يعني سي مثلا، سي مثلا السليب ب 2 من 100 والار 2 ب 2 من 100، يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 1. طب لو السليب عندي قلت لواحد من 100، يبقى لازم تقلل الار 2 1 من 100 عشان تفضل 1. يبقى الريشيو بين ار 2 على اس دي كونستانت. يعني تغيير السرعه اروح اغير مقاومه الروتر عشان تفضل النسبه بين ار 2 على اس ثابته. في الحاله دي عند تغيير السرعه تحصل على تورك ثابت ما يتغيرش. اهو ارجع 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 اهو ار 2 واس اهي، ار 2 وايه واس، لو دول على بعض دول الريشيو بتاعتهم ثابته في البسط والمقام، التورك بيفضل طول عمره ثابت بغض النظر ما هي بتتغير. اروح اغير ار 2، دي بتتغير اروح اغير ار 2. ما هي ار 2؟ هي مقاومه الروتر، هي مقاومه مين؟ الروتر. يبقى في الحاله دي حققت عند ديفرنت سبيد، حققت كونستانت تورك. كونستانت تورك ليه؟ ليه كونستانت تورك؟ تفتكر موتور الثلاجه على طول، عشان الموتور الحمل بتاعه ثابت ما ينفعش يقل، لو قل الدنيا هتتبهدل. انا مركب شافت، مركب ميكانيكال لود على الشافت ثابت ما ينفعش يتغير، ثابت. ثابت يعني ايه؟ وهقولها تاني وثالث ورابع، قلتها قبل كده، كل ما بشبه لك الحمل الثابت بالحمل المتغير الميكانيكال، روح للمروحه وروح للموتور الثلاجه. المروحه عندك لو الفولت قل تلاقي سرعتها قلت، ليه؟ على قد حافك مد رجليك. انا الباور قلت على المروحه سرعتها قلت، الباور بتاعتها قلت، خلاص بقى الاوتبوت باور قلت، الاوتبوت باور قلت نتيجه الانبوت باور قلت. دي اسمها اللود عندي فاريبل مش كونستانت، التورك عندي فاريبل مش كونستانت. طب روح موتور الثلاجه بيشغل مضخ بيكبس حاجه، هنا والله الباور قلت وهي داخله، الباور ما قلتش وهي داخله، هيكبس الحاجه دي هيكبس الحاجه دي، تمام؟ هيكبس الحاجه دي هيكبس الحاجه دي، وبالتالي الباور اللي خارج على الشافت بتاعه ثابته. لو حاجه اتغيرت لازم تطلع الباور ثابته. فدايما تحط في اذهانك، يعني الونش مثلا اهو بينقل بيرفع الحاجه، والله الحاجه هترفع هترفع بالباور دي الاوناش، انت بترفع حمل معين، وانت بترفع الحمل ده الباور دي ايه؟ لازم ثابته. لو الفولت قل اثناء اللودنج، اثناء الرفع نفسه، لو الفولت قل ايه اللي يحصل؟ هل الونش هيقول لك لا والله الاوناش كلهم مثلا يقول لك لا مش بالظبط بالظبط؟ لا 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 لا، هو هيرفع، هو هيرفع الحاجه دي، هيرفع الحاجه دي، بس هيبقى على حساب ايه؟ على حساب انه الباور اللي عندك هتزيد، هتزيد غصب عنك، هيزودها لك على بناء على التيار. الفولت قل يبقى يزود لك التيار عشان يحافظ على الباور ثابت. تمام يا جماعه؟ دايما دايما انت بتتعامل مع الماشينه يا باشمهندسين، بتتعامل مع الماشين، بتتعامل معاها ميكانيكال لود والكتريكال، سوري ميكانيكال لود او ميكانيكال تورك والكتريكال تورك. في معادله شهيره جدا المفروض خدتوها انتوا في اللي هي تي ميكانيكال ناقص تي الكتريك بتساوي جي في الدي اوميجا على كذا في البيتا، اللي هي المعادله بتاعت العلاقه بين التورك ميكانيكال والتورك الكتريكال والفريكشن واللوسز والانرشيا. معادله مهمه جدا، المعادله دي مهمه جدا، بس ايه مش عارف خدتوها قبل كده ولا لا، المفروض خدتوها في بدايه الماشين يعني السنه اللي فاتت. يبقى هنا الفور كونستانت في واحد وفي مين؟ الدكتور دكتور اشرف، ثواني يا جماعه كده، ده المحاضره دي امتى؟ محاضره دكتور اشرف امتى؟ مش فاكر والله يا دكتور،
بتبدأ بس الساعة انا كام؟ معايا الجدول، معايا الجدول ممكن نبص على ليه. بتبدأ سواء بيرن عليا. طب يا دكتور هشوف الجدول. هي بتبدأ 1:25 يا دكتور. يعني لسه بدري. عبيد. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. هو بس يؤكد على حضرتك انك هتاخد المحاضرة ولا لا؟ يا مصطفى ايوه دكتور. معلش، لو انا ما طلعش هو، يعني هو طلع التروكولا جايب لي اشرف بس ما طلعش هو، يعني مش للاسف، مش لو ليك تواصل معايا يعني، عشان مش معايا رقمه دكتور اشرف، بس انا قايله يعني، قايل له اشرف ان انا هاخد المحاضره، يعني مش هاخدها كلها، هاخد خلاص جزء منها يعني. هأكد عليه حالا وارجع اقول لك يا دكتور. ماشي ماشي يا دكتور. انت وصلت البلد ولا لسه؟ يا دكتور والله لسه. ماشي ماشي دار. وصلنا لفين احنا دلوقتي يا اندرو؟ حضرتك كنت بتتكلم عن المعادلة اللي بتربط بين التي ميكانيكال والتي الكتريكال. فدي معادلة مهمة طبعا، تمام كده، ولكن انا وصلت التورك هنا، فخدنا اول نوت عندنا وخدنا التاني نوت، دي مهمة جدا، ازاي انت تفكر تشتغل عند فاريبل سبيد والتورك الخارج منك ثابت، الترك خارج منك ايه؟ ثابت، تمام كده؟ طيب ده لحد دلوقتي يا جماعه، عشان تبقوا عارفين، شوف الماده حلوه ازاي، لحد دلوقتي ما دخلتش في السبيد كنترول، تخيلوا انا بشرح لك الحاجات دي من غير السبيد كنترول، يعني حاجه شيقه جدا، حاجه لو تفهمها وتعرفها تبقى شيقه للغايه. السبيد كنترول ازاي، ان احنا ازاي بقى ناخد الكونسبت الاساسيه في التحكم بقى في السرعه بالطرق المختلفه، بالثبات الطرق، بتبدا بتورك ماكسيمم، طب ازاي نبدا بسرعه كذا، حاجه كويسه يعني، حاجه تفهمك الماشين، تفهمك انك انت ليك وجود، انك انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. نروح لثالث بوينت، بيقول لي اف ال في 1 از نوت كونستانت، يعني ايه؟ يعني الفي واحد مش ثابته، يعني انت زي زي الفانز اللي عندك في البيت، كل المراوح والكلام ده كله، انت بتتحكم في الفولتج طبعا مع اختلاف الموتور، عشان بقى عارفين ده سنجل فيز ده ثري فيز، فالفولتج لما بتتحكم فيه بتتحكم على طول في التورك، الفولت لما بتتحكم فيه بتتحكم على طول في التورك، تمام؟ بس ده مش محبذ يا عبد الرحمن، انت وزمايلك كلهم واندرو ومصطفى والناس كلهم، مش محبذ في لما يكون عندك حمل ثابت. ليه؟ عشان لو انت قللت، لو انت عملت في كنترول الباور بتاعتك هتقل، لو قللت الفولت الباور هتقل، فالحمل الثابت ده مش محتاج انه الباور تقل خالص من عليه، اللي هو الميكانيكال لود يعني، تمام؟ فانا بقول، والنقطه الثالثه دي بتقول انه لو الفولتج عندك مش ثابت متغير، انا بغيره بفارياك مثلا، فالتورك يتناسب مع مربع الفولت، خلي بالك كلمه مربع الفولت حاجه كبيره، يعني تغيير الفولت بالنسبه للتورك، يعني لو انا غيرت الفولت، الفولت هنا بيتناسب مع جذر التورك، الفولت بيتناسب مع جذر التورك، فتغيير الفولت هنا لو 2 تربيع التورك بيتغير ازاي، فالتغيير بتاعه شارب. طب هنا بيقول لي ايه؟ if there is two induction motors، لو عندك موتور 2 موتورز هما الاثنين ليهم نفس ال NS، هما الاثنين ليهم نفس ال NS، ال NS بتاعت ده 1500 وال NS بتاعت ده ب 1500، بس ال NM بتاعت الاولاني ب 1400 وال NM بتاعت الثاني ب 1450، ينتج عن ذلك ايه؟ السليب بتاعت الاولاني تبقى 7 من ال من 100، والسليب بتاعت الثاني 3 من 100، 7 من 100 و3 من 100، يبقى الافيشنسي بتاعت الاولاني 93%
والإفشنس بتاعت التاني 97%. ده معناه ايه؟ اهو التكلير ذات ان الهاير سبيد اوف اوبريشن، السرعه الاعلى في التشغيل بتديني هاير افشنسي، بس عند ذا سيم ان اس. ما تقولش ايه تروح كده الواحد زميلك ولا الوالدك ولا الواحد اخوك ولا كذا تقول يا ده سرعه الموتور ده 4000 ار بي ام ده تلاقيه كفاءته عاليه جدا. لا يا حبيبي كم تلاقي عشان السرعه بتاعه اللي تحت ده 2000 ار بي ام؟ لا طبعا مش معنى، انا مش بقول لك سرعته عاليه، انا سرعته عاليه بالنسبه للان اس، يعني عند نفس الموتور الان ام لما تقرب قوي من ان اس كفاءته عاليه. ما تجيش تخترع من دماغك كده وتقول لي سرعه الموتور ده 12000 ار بي ام ده تلاقي كفاءته ده 105%. لا طبعا انا بقارن ان ام بالان اس. السرعه اللي شايفها قدامك دي اسمها الان ام، سرعه الموتور الشافت ده اسمها الان ام، وسرعه الروتيتنج ماجنتيك فيلد الداخليه اللي انت مش شايفها دي اسمها ان اس. لان اس بتتحسب فوري 120 اف على بي، بتتحسب وقتي بالورقه والقلم بدماغك تحسب الان اس وانت واقف على 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 دماغ الموتور. سرعه الموتور مقارنه بان اس هي اللي بتحدد لك اذا كان شغال على كفاءه اعلى او اقل. مش تقول اصل سرعته عاليه، لا ممكن تبقى سرعته عاليه والان اس ضعف السرعه دي فكفاءته 50%. اتفهمت الجزئيه دي؟ 50 اتفهمت الجزئيه دي دكتور؟ نعم. ممكن سؤال، هو حضرتك قلت ان هو لما اتحكم فولتج كنترول ده مش محبس، طب هو ليه مش محبس؟ مش محبس عشان ديبند على التورك، محبس في 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 في, في الاحمال اللي هي الفانز اللي هي المراوح والحاجات اللي الحمل بتاعها متغير. ما يضرنيش عبد الرحمن، انت عايز تضرني عبد الرحمن؟ انت لو دلوقتي لا. بص عبد الرحمن، عبد الرحمن عندك اسانسير طالع بيك انت وثلاثه اربعه زمايلك، ورحت انا جيت فارياك كده رحت قللت الفولت عشان اقلل السرعه، انا عايزك تطلع ببطء العماره 100 دور مثلا، وانا عايزك تطلع فيها حد مريض مثلا جوه الاسانسير، وانا مش عايز الموتور ياخد الاسانسير ياخد سرعته الكامله، فروحت عملت ايه؟ طبعا ده مش موجود يعني، بس انا بقول لك يعني كاكزامبل عملي يعني. فروحت للفارياك ورحت قللت الفولت بتاعي. طب قللت الفولت ليه يا عبد الرحمن؟ قلت له عشان السرعه بس تقل عشان يطلعوا واحده واحده عشان الراجل المريض اللي معاهم. بس انت ما عملتش حسابك انه الفولت لما قل التورك بتاعه والموتور قل عزمه قل، فمش هيرفع الناس اصلا. صح، الموتور مش هيستحمل، مش هيتحمل عشان انت اجبرته انه يخرج تورك قليل، فهو مش قادر يشيل ال 7 8 دول مش قادر يطلع بيهم اصلا. فهنا مش محبذ، الاحمال الثابته مش محبذه، لكن المروحه اللي عندك في البيت لقل الفولت ما انت عايزها لحد ما تشوفها كده المروحه بتعد عدد لفاتها، المروحه اللي في البيت اللي عندك قل الفولت ما انت عايز. اتحكم في السرعات، بس عشان الحمل الميكانيكي اللي عليها فاريبل، السرعه قلت سرعه ما قلتش سرعه كذا، مش 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 هيتاثر التورك. التورك اللي خارج زي ما قلت لك على قد حافك مد رجليك المثل المصري، فانت النهارده على قد الباور داخله المروحه تخرجك الباور اللي خارج بس، ولا ليها ولا عليها. تمام ده فهمت حضرتك دكتور. تمام، فمش في كل حاجه اروح اقول فيكم لا، ده انواع الكنت يا جماعه ان شاء الله. بس يعني ايه ان شاء الله باذن الله كده ربنا يكرم واديكم ايه الجزء بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله واللي بعده تقريبا، اللي هو الكنترولنج عموما عن الاندكشن، ازاي اغير الار 2 دي مهمه جدا، الريزيستنس بتاعت الروتر دي مهمه، ان انا استخدمها كتولز ان انا بيها اغير كذا حاجه في الاندكشن. الستارتنج يروح ليه؟ تعال نروح للستارتنج كارنت. الستارتنج كارنت اوف الاندكشن، تعال نشوف الستارتنج كارنت ومشاكله بقى. خدتوا انتوا الستار دلتا والدلتا ستار في المعامل واللي سمعتوا عنها، وازاي ان انا اقول سليب رينج وادخل مقاومات ومش مقاومات والهلومه دي كلها. ولكن تعال ندرس الستارتنج كارنت. مبدئيا الستارتنج في الحياه في اي موضوع صعب. الستارتنج في الحياه في حياتك في اي 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 في اي الستارتنج دايما كطبيعه الدنيا صعب. فالستارتنج عندك في الماشينز عموما ليها كوارث. انت تلاقي الستارتنج بتاعتك في الجامعه اول سنه غير ثاني سنه غير ثالث سنه غير رابع سنه وهكذا. الستارتنج بتاع في الجيش بعد كده، الستارتنج في الشغل بعد كده، دايما البدايات صعبه على اي انسان. الستارتنج بتاعتك في الشغل
تبقى اول شهر او تختلف عن اول سنه، يختلف عن بقى تاني سنه ربع سنه وهكذا. طب ايه الستارتنج بتاعه الاندكشن؟ عندي حاجتين مهمين جدا. مبدئيا تو اكسلريت الموتور فروم الريست اند برينج ات تو نورمال اوبريشن. انا عايز الستارتنج هي فتره انتقاليه بين وضع الستاند ستيل ووضع الثبات لحد ما يوصل للنورمال اوبريشن، لحد ما يوصل للنورمال اوبريشن. كل في حاجات كتير بتتغير، بس انا كمهندس باور او كطالب دلوقتي لازم اعرف انه السليب بتاعتي بتتغير من تبدا من واحد لحد ما توصل لقيمه صغيره قوي. لازم اوتوماتيك على طول دي اللي تيجي في دماغك، دي على طول تيجي في دماغك. ايه تيجي على طول؟ اول ما يبدا الموتور تشغيل الاس بواحد، السليب بواحد والسرعه بزيرو، اول ما يبدا يلف يوصل لقيمه معينه من السرعه يبقى السليب عندك بتقل قوي عند النورمال اوبريشن. ده مفهوم الستارت. قال لي هنا بقى ايه بقى في النورمال اوبريشن؟ تو ريكوايرز ان انبوت باور تو، انت بتدخل انبوت باور في السبلاي التوتال لوسز ان ذا ماشين، وبتروتيتنج البارتس بتاع الروتور ده بالكاينيتيك انرجي. يعني الباور اللي داخله له دي حاجتي تيجي من السبلاي لللوسز، ومن السبلاي للكاينيتيك انرجي اللي بتروح للروتور اللي هي بي دي فولت. انرجي بتطلع من السبلاي، شويه بتروح كلوسز وشويه بتروح طاقه مختزله في الروتر، فبتطلع كميكانيكال ايه لود او كميكانيكال باور. تمام. طب دايما الستارتنج حاجتين ما لهمش ثالث، حاجتين ما لهمش ثالث في الستارتنج. دايما بقول ايه، it's always required to achieve the starting under the following condition. انا بحقق الستارتنج عند الحاجات اللي جايه دي. اول حاجه الاوبتيمال رانينج افشنسي ويز لارجست، يعني دايما بحقق الاوبتيمم افشنسي. كلمه اوبتيمم دي معناها ايه؟ كلمه حلوه، يعني كلمه اوبتيمم حلوه جدا، بس مبدئيا انا هشرحها بعد ما اقول اللارجست ستارتنج تورك مع اللوست ستارتنج كارنت. يعني دايما مبداك في الستارتنج بتاع الاندكشن دكتور حضرتك سامعني؟ هو تقريبا صوت فصل عن الدكتور، فبحسب هو سكت. هو غالبا فعلا فصل. انا كده طبعا يا شباب، الدكتور هيدخل دلوقتي حالا ان شاء الله. باشمهندسين سامعني؟ يا دكتور تمام. يا دكتور معلش، بس النت ساعات بيفصل كده ويرجع تاني. والله انا مش دكتور. طبعا خليكم معايا باشمهندسين، معلش خليكم معايا ثواني. لا
معلش ثواني عشان تتكلموا معايا معلش. مصطفى معاك دكتور اسمه تمام. ايوه دكتور خليك معايا ثواني مصطفى. ماشي ماشي دكتور. ماشي ماشي معاك ماشي ماشي. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا لإيه يا درش؟ هو السلايد مقفول يا دكتور. السلايد مقفول كده مقفول يا درش؟ استنى كده هو بيظهر حاليا بالظبط يعني بحكي بالظبط ظهر كده صح؟ اه تمام. فأهم حاجة أهم حاجة نبدأ بأعلى تورك مع أقل كارنت. ده مبدأك في المشين، مبدأي في الاندكشن المشين تبدأ بتورك عالي وبتيار قليل. عشان كده برضو في الستارتنج لما نستخدم ستار دلتا سويتش والكلام ده بيبقى الستار دلتا سويتش بيبدا هناخده بس انا بقول التنويه عنه يعني الستار دلتا سويتش بتبدا ستار وتقلب دلتا. طب ليه ما تبداش ستار وتكمل ستار؟ طب ليه ما تبداش دلتا على طول؟ ليه بدات ستار؟ عشان حته الستارتنج تورك والستارتنج كارنت دي تبدا تيار اقل بترك عالي تيار اقل بترك عالي. تمام. كلمه اوبتيمم اللي اجلتها من شويه كلمه اوبتيمم معناها معناها حل مثالي وسط. يعني مثلا عندك خمس مواد بتذاكرهم فانت ممكن في ثلاث مواد تذاكرهم تقفلهم خالص وما تلمسش المادتين التانيين. ده مش حل وسط. في ثلاث مواد انت بتذاكرهم وفنشتهم النهارده 100% وفي مادتين ما لمستهمش ده مش حل وسط. فواحد يقول انا ذاكرت هنا 70% وهنا 70% وهنا دي 90% عشان الماده دي صعبه ودي 70% ودي 75% ده اسمه الاوبتيمم سوليوشن. ده الحل الامثل. في الحل الامثل والحل الافضل. الامثل معناها انك انت بتوازن بين الامور. فبيقول لك ايه مش شرط ان انا ابدا بماكسيم افشنسي اوبتيمم رانينج افشنسي. يعني ما تبداليش افشنسي قليله قوي ولا تبدا الافشنسي عاليه قوي. على حساب مين؟ على حساب الكرنت والتورك. يعني واحد يقول لك ايه انا هبدا بافشنسي عاليه قوي بس يروح يلاقي التيار الستارتنج بهدل الموتور. ده مش اوبتيمم. تمام. الاوبتيمم معناها ايه؟ ابدا بسيرتن افشنسي قيمه معينه الافشنسي ما تكونش قليله قوي بس حافظ على التورك حافظ على التيار حافظ على التورك يبقى ماكسيم حافظ على التيار يبقى مينيمم في الستارتنج والافشنسي يبقى مقبوله. في الحاله دي يبقى الحل الامثل ليك اوبتيمم فاليو الافشنسي لارجست ستارتنج لوست ستارتنج كارنت يبقى ده الحل الامثل في الستارتنج ماشينز الاندكشن بوجه عام. تمام. يبقى احنا كل حاجاتنا في الستارتنج كارنت نظرتنا ان احنا نقلل التيار ونزود تورك مع ايه مع حفاظنا على الافشنسي ما تقلش قوي. طيب ده الكرنت اثناء الستارتنج. الكرنت اثناء الستارتنج رحت المعلق التيار الاي ورحت كل اس حطيتها بواحد. تعني ايه؟ تعني وضع الستاند ستيل. تعني ايه؟ انه الاندكشن موتور زيه زي الترانسفورمر بالظبط زيه زي الترانسفورمر بالظبط برايمري وسكندري اندوز ام اف هنا واندوز ام اف هنا. الاندوز ام اف بتاعت الستيتور بتتنقل للروتور بتنزل ريشيو والسليب عندك يبقى واحد. انا بعامل الاندكشن ماشين في وضع الستاند ستيل
زيها زي مين؟ زيها زي الترانسفورمر. زيها زي مين؟ زيها زي الترانسفورمر. تمام؟ معادلة الآية 2 دي مبنية على إيه؟ معادلة الآية 2 دي مبنية على قيمة، أو معادلة الآية 2 دي مبنية على S بتساوي 1 في المعادلة بتاعت الآية 2 الأصلية. حطيت S بتساوي 1 بدل ما كنت أقسم R 2 على S، وبدل ما أقول X على S أو X في S حليتها S بواحد. طب الآية 2 starting R 1 زاد R 2 و X 1 زاد X 2 دي اسمها R equivalent ودي اسمها X equivalent. دي اسمها R equivalent ودي اسمها X مين؟ X equivalent. R equivalent و X مين؟ و X equivalent. اهي يبقى الآية 2 starting عبارة عن الفولت على R equivalent زاد X equivalent. R equivalent هي مجموعة التو resistance بتاعت الستيتر والروتر، وال X equivalent هي مجموعة التو reactance بتاعت الستيتر والروتر. تمام؟ طب الآية 2 على S ده خلي بالك العلامة اللي فوق الآية 2 دي معناها انه التيار اللي عندك قيمة وزاوية. انا الزاويه عندي ما بتاثرش عليا في الستارتنج، مش ههتم بيها في الستارتنج، بهتم بالقيمه. عشان كده لما قلت اي 2 اس شلت العلامه اللي فوق دي، بدل ما قيمه وزاويه اخد القيمه بس واقول ايه عباره عن الجذر التربيعي لتربيع الفي سكوير اهي. فالفي سكوير تحت التربيع وهي تربيع تحت الجذر شال، واحتفظ بالماجنيتيود اللي تحت الجذر التربيعي للريال تربيع ضد الايماجين تربيع. فده الماجنيتيود بتاع الاي 2 اللي انا بقراه بالافو. الماجنيتود ده بتاع الاي 2 قدامك ده الستارتنج، ده الافو اللي الافو الاميتر بيقراه لي، بيقرا الماجنيتود ماليش دعوه بالزاويه. فبصيت لقيت ايه بقى؟ الاي 2 ستارتنج اهو بالمثل التي ستارتنج اهو. احنا دايما بنحافظ على حاجتين زي ما قلنا، اوبتيمم افشنسي دي اركنها خالص دلوقتي، هي كده بتتحقق اصلا. اهم حاجه دلوقتي احط على نصب عيني كده المعادله بتاعت التيار كستارتنج ومعادله التورك كستارتنج عشان اخترع براحتي بقى، عشان الف براحتي دلوقتي. معادله التيار كستارتنج ومعادله التورك كستارتنج، المعادلتين كستارتنج احطهم قدامي. تمام؟ وابص بقى اقول ايه. خلي بالك انه التيار ستارتنج يتناسب طردي مع الفولتج، يعني لو الفولت قل التيار ستارتنج بيقل. عبد الرحمن ينفع اعمل الكلام ده في كل المواتير اقل فولت؟ لا طبعا دكتور، ما ينفعش مثلا في الاسانسيرات وكده. بس 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 ده ما تقولش اسانسيرات عبد الرحمن، قول ما ينفعش للحمل الثابت، ما تقولش اسانسيرات. اه ده ماشي ماشي، ما ينفعش للحمل عشان ممكن يكون في ادفانسد اسانسيرات دلوقتي. لا الموضوع مختلف شويه عشان ما تعممش معلومه على الكل يعني. ماشي، الاوناش حملها ثابت طبعا، يعني الاوناش حملها ثابت ممكن تعمم الحاجات على الاوناش كلها يعني. الاي 2 اس تتناسب مع الفولتج، فانت ممكن سهل جدا تتحكم في الستارتنج كارت عن طريق التحكم في الفولتج الابلايد على الاندكشن مود كسي فيز. بس زي ما قال الاستاذ عبد الرحمن دلوقتي او المهندس عبد الرحمن انه ما ينفعش يا دكتور عشان في احمال ما تساعدنيش ان انا اتحكم في الستارتنج كفولتج. وممكن هنا هتحكم في قيمه مين هنا؟ في الار 2، هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تغير في قيمتها في الزد ايكوفلاند، كلها زد ايكوفلاند يا جماعه. ما هي الار 2 مصطفى؟ الار 2 عباره عن مصطفى عادل، هي المقاومه بتاعه الروتر. هي مقاومه مين؟ هي مقاومه الروتر. تمام كده؟ يبقى انت عندك حاجتين يا درش، عندك حاجتين. اول حاجه انك انت ممكن تتحكم في الستارتنج. انا عارفك نايم يا مصطفى ومكد من السفر، ممكن اتحكم في الستارتنج بتاع الاندكشن عن طريق الفولتج الابلايد عليه، وممكن اتحكم في الستارتنج بتاع الاندكشن عن طريق المقاومه بتاعت الروتر. المقاومه بتاعت مين؟ بتاعت الروتر. تمام؟ طب التورك، قال لي برضو ممكن اتحكم في التورك كستارتنج عن طريق الفولتج، وممكن اتحكم في التورك كستارتنج عن طريق مين؟ الار 2. تمام؟ لحد دلوقتي احنا متفقين الكرنت بيتناسب مع الفولت والار 2، بس الار 2 عكسي. الار 2 عكسي. والتورك يتناسب مع الفولت والار 2 طردي. فقال لي هنا ايه بقى؟ المعادله دي 1 والمعادله دي 2. قال لي from equation 1 and 2 we get starting torque and starting current direct proportion with mean الار 2 والv. الار 2 وايه؟ والv.
لذلك الديكريزنج بتاع الستارتنج كارنت بعمله نتيجه الريدكشن في الفولتج والانكريزنج بتاع الار 2. يبقى الستارتنج كارنت عشان اقلله لازم اعمل ريدكشن في الفولتج زي ما قلت لك او انكريزنج في الار 2 مقاومه الروتر. السؤال هنا ليه الستارتنج كارنت بيزيد من 5 ل 8 او 7 اضعاف الريتنج؟ ليه الستارتنج كارنت بيزيد من 5 ل 8 اضعاف، او في كتب بتكتبها من 5 ل 7 اضعاف وفي كتب بتكتبها من 6 ل 8 على حسب الديزاين بتاع الماشين. الماشين متصممه كويس قوي فالاندكشن الستارتنج بتاعها ما بيزيدش قوي، بس مبدئيا ما بيقلش عن 5 اضعاف وما بيزيدش عن 8 اضعاف. فخلينا 5 ل 8 يعني. لو الامبير، لو عندي موتور عندي في مصنع بيسحب 10 امبير في البدء تلاقيه سحب 70 امبير. يعني في موتور في شركه بترول كده بيسحب 150 مثلا امبير، لما في الستارتنج بيدخل على 900 امبير. تخيلوا يا جماعه 900 امبير يعني ايه؟ يعني كابل كده يعني حاجه. تخيل بقى لما كذا موتور يبدا مع بعضه، لا الموضوع صعب قوي، الموضوع مؤثر جدا طبعا. لو ما درستوش الدنيا هتولع. ليه الستارتنج كارنت بيزيد من 5 ل 8 اضعاف الريتنج؟ حد عنده اجابه؟ دكتور عشان الباك اي ام اف. بص الغلطه بقى يا جماعه ركزوا معايا. انا قلت باك ام اف عندي في الاندكشن طول عمري. الباك، كلمه باك ام اف قلتها في الاندكشن، ذكرت كلمه باك ام اف. قلت انا، حد سمعني قلت باك ام اف؟ انا قلت يا عبد الرحمن باك ام اف؟ لا استحاله يا جماعه، الاندكشن ما فيهوش باك ام اف. ما الفرق بين الباك ام اف والانديوسد ام اف؟ انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم راح تبقوا كويسين في الماشين قوي ان شاء الله. الباك ام اف والانديوسد ام اف، الاندكشن موتور يا عبد الرحمن ما فيهوش باك ام اف يا حبيبي. ما حاضر. الباك ام اف تلاقيها في السنكرونس، تلاقيها في الدي سي، ما تلاقيهاش في الاندكشن. هسيب الاجابه ليكو، جاوبونا على الاسبوع الجاي بتاعت مين؟ بتاعت الستارتنج. مبدئيا السليب يا عبد الرحمن، ماشي؟ مبدئيا السليب، تبدا بسليب زاوية واحد. فالتيار عندك بيبقى الانديوز ام اف كلها اللي انت قلت عليها باك ام اف بقيمتها الكليه على الروتر، وبالتالي عامل عليها شورت سيرك فالتيار عالي جدا. تمام؟ بس مفيش حاجه اسمها باك ام اف يا عبد الرحمن، ما تطلعش تاني. محمد ماشي؟ هسيب الاجابه ليكم بتاعت الفرق بين الباك ام اف والانديوز ام اف في الماشين. تاني سؤال بيقول لي الروتور ريزيستنس يوزد تو ديكريز الستارتنج كارنت راذر ذان الديكريزنج اوف الفولتج ابلاي. طبعا الاجابه دي احنا جاوبناها عبد الرحمن. يا مصطفى، يا بنوب، بنوب مش حاضر النهارده في اندرو. تمام يا دكتور. احنا جاوبنا ليه بنستخدم المقاومه. يعني هنا بيقول لك ايه في المقاومة، أنا ممكن عندي طريقتين إن أقلل بيهم التيار، الفولتج كنترول والريزيستنس كنترول. الريزيستنس كنترول دي موجودة الريزيستنس كنترول موجودة في الروتور، فممكن أستخدمها للتحكم في الستارتنج كارنت، التحكم في الستارتنج كارنت عن الفولتج، عشان إحنا قلنا الفولتج ممكن تسبب بلوى إنه التورك الميكانيكال يبقى ثابت. هتروح تغير التورك فتولع الدنيا. تمام؟ قال لي starting current can be decreased directly by decreasing the applied voltage 1 but this will be decreasing the starting torque. شوفوا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله اهو، لو انت غيرت ال V1 starting torque هيحصل له ايه؟ هيقل. ده مش كده بس، ده هيقل كتير جدا. ليه؟ عشان التورك ستارت بيتناسب مع مربع الفولت كمان. يعني لو قللت الفولت حبه بسيطه تلاقي التورك عندي قل كتير. بعد الميسجز بتاعت الستيبل فور لو ستارتنج تورك اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الريزيستنس. تمام. الستارتنج كارنت كان بي اولسو ديكريز باي انكريزنج ان روتر ريزيستنس زي ما قلناها وعدناها تاني. بس في مشكله فيها بقى، انك انت علشان تتحكم في مقاومه الروتر لازم الروتر بتاعك يكون ووند ملفوف.
ويبقى سليبرينج عشان تقدر انك انت تسلط مقاومات على الروتر، والمقاومات دي تبقى في صندوق خارج الموتور ومتصله بالروتر عن طريق السليبرينج عن طريق حلقات انزلاقيه. يبقى الصندوق بتاع المقاومات اللي بره الموتور ده اللي موجود على يمينك وانت داخل الغرفه متصل بالروتر بتاع الموتور عن طريق السليبرينج، والمقاومات دي بتزيد وتقل تزيد وتقل، فالروتر ريزيستنس عندك بيزيد ويقل. بس ما ينفعش اعمل الكلام ده غير في وجود السليب رينج اللي هو الووند روتر. السكوال الكيج ما ينفعش، السكوال الكيج موس مط شورت سيركت من هنا وشورت سيركت من هنا. السكوال الكيج هنخترع له اختراع دلوقتي. يبقى المقاومات عشان ابدا بتيار قليل ممكن اتحكم بالفولت ممكن، بس هتقابلك مشكله الميكانيكال تورك ممكن يبقى ثابت. طب ممكن اتحكم في الستارتنج كارنت عن طريق الريزيستنس بتاعه الروتور؟ ممكن، بس في الحاله دي لازم الروتور يبقى ووند ملفوف ليه اطراف، دي ار 1 وار 2 وار 3 للسي فيز طالعين بره عن طريق سليب رينج بره خالص في صندوق مقاومات كده اسمها ار 1 فيزا 1 فيزا 2 فيزا 3، وبيدخلوا ويخرجوا ستيب باي ستيب على حسب الستارتنج اللي انا عايزه. بس الكلام ده ما ينفعش غير في سليب رينج اللي هو الوند روتر. ده اللي قايله لك هنا في الجمله دي، كاتب لك ستارتنج كارنت كان بي اولسو ديكريز باي انكريزنج روتر ريزيستنس. دي كلها شخبطه لحد هنا، بس سيوتابل فور السليب رينج اندكشن موتور اونلي. ما ينفعش اعمل ديكريزنج بتاع الريزيستنس ولا الانكريزنج بتاع الريزيستنس غير في السليب رينج بس. تمام، ده بالنسبه لمين؟ وده طبعا بتاثرك على ستارتنج تورك از شون فيجر ايكويشن. طبعا الريزيستنس عندك احنا قلنا زي ما من شويه انه الريزيستنس ار 2 بتاثر على مين؟ على ستارتنج ايه. طب انت رحت حليت مشكله السليب رينج وسبت السكوير كيج؟ لا، فور السكوير كيج اندكشن موتور الروتر عندي ريزيستنس كان بي انكريز ات ستارتنج وديكريزنج ات النورمال اوبريشن، بس عن طريق استخدام حاجه اسمها الدبل كيج كونستراكشن. في حاجه اسمها الانر كيج والاوتر كيج. تمام، الكونستراكشن ده بيصمم للسكوال كيج عشان السكوال كيج ده ما ينفعش ان اتحكم في المقاومه بتاعته، فبعمل فيه ملفات من جوه او بعمل فيه بارات من جوه للستارتنج، والبارات دي بتسيبني وتخلع وتبقى في بارات ثانيه بتكمل معايا. في الحاله دي يبدا بمقاومه ار 2 غير المقاومه الار 2 اللي عمل لها رن. يعني الار 2 مقاومه الروتر اثناء البدء مختلفة عن مقاومة الروتر اثناء النورمال اوبريشن، وكل حاجة اوتوماتيك. تمام؟ دي اسمها ايه؟ قال لي فور سكوير كيج. طب انت رحت حليت موضوع السليب رينج اللي فوق، وقلت لي خلي بالك المقاومة عشان استخدمها لازم الروتر عندك يكون ووند، لازم الروتر يكون ملفوف، لازم الروتر يكون عندك خارج له ثلاث اطراف، لازم الروتر عندك يبقى ليه سليب رينج خارج على صندوق مقاومات بره، دولاب مقاومات كده. تتحكم فيه زي ما انت عايز عن طريق الستارتنج كارنت. ولكن مشكلتي في الموضوع ده انه لا ينطبق على السكوال كيج، هو النوع القفص السنجابي، الروترز القفص السنجابي اللي هو معمول له شورت سيركت من اليمين ومعمول له شورت سيركت من الشمال وبارات من الالومنيوم او الكبرز بين الشورت سيركت والشورت سيركت مقفول. في الحاله دي قال لك لا، قال لك في نظام اسمه الدبل كيج كونستراكشن. يعني في عندي انر كيج اهو، في عندي هنا بيبقى في اطار خارجي واطار داخلي للروتر. الاطار الخارجي بارات اسمها الاوتر كيج، والاطار الداخلي الاساسي بقى ده اسمه الانر كيج. الاوتر كيج والانر كيج هنا بارات وهنا بارات متوصلين مع بعض لتقليل الريزيستنس في البدايه. تمام كده، اول ما بيبدا الموتور في الرننج يبدا المقاومه تقل 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 تدريجيا لحد ما توصل للريتنج ريزيستنس بتاعت الروتر اقل ريزيستنس. في الحاله دي اقول الستارتنج كارنت قدرت اتغلب عليه في السكوير الايه؟ في السكوير الكيش. تمام؟ ودي طبعا مش هشرح تفاصيل الانر كيج والاوتر كيج علشان بعد الميد تيرم هتشرح التفصيل بالتفصيل، وهو اسمه الدبل كيج، الدبل كيج سكوير الكيج موتور، الدبل كيج موتور. ليه كاركترستيك خاصه بيه وليه شغل خاص بيه وليه تورك وليه كذا، ليه حاجات تانية. مبدئيا بيفيدني قوي موضوع الدبل كيج في
في موضوع الستارتنج. ليه؟ عشان بتحكم في الريزيستنس بتاعت مين؟ بتاعت الروتر. تمام؟ حد ليه سؤال في محاضرة النهاردة؟ حد ليه سؤال في محاضرة النهاردة؟ دكتور. نعم. وانا بحدد الكفاءة بتاعت الموتور على سرعة السرعة بتاعت الـ NM بس؟ لا طبعا. لا طبعا. بص يا هندسة هشام صح؟ دكتور. بص يا هشام، انت عندك موتور في البيت، الموتور ده 3 phase induction motor. نفس الموتور، نفس الموتور اشتغل عند سرعة 1500، نفس الموتور اشتغل عند سرعة 1600، يبقى 1600 دول efficiency عنده هتبقى أعلى. نفس الروتر، نفس الفيكسد لوسز، نفس الفاريبل لوسز، فاهمني؟ في الحالة دي لما كل بالظبط كده. لو ترجع بص، بص يا هشام ارجع للبي دي اف كده فوق اهي. انا خدت لي واحد ناقص اس واحد ناقص اس هنا، ففرضت انه الافشنس بتاعت الموتور واحد ناقص اس واحد ناقص اس معناها المفروض كلها ثابته، مش موجوده كلمه مش موجوده معناها ثابته. مش واحد كفاءه الموتور لما تبقى واحد ناقص اس معناها كل اللص عندي مش موجوده، مش موجوده غير الروتر كبر لوس بس، مش موجوده غير الروتر كبر لوسز بس لما كفاءه الموتور تبقى 1 ناقص اس. دي معناها ان كل اللوسز اللي في الموتور مش موجوده الا الروتر كبر لوسز هي الموجوده بس، فاهمني؟ فده معناه ايه يا هشام؟ معناه انه عند نفس الموتور عند نفس المفاقيد عند نفس ثبوت المفاقيد بس اختلفت سرعته من 1500 ل 1600. نفس الاكزامبل اللي قدامك ده، نفس اكزامبل اللي قدامك ده. شكرا لك. تمام. هنا السرعه بتتغلب على المفاقيد بتاعت الروتر، يعني السرعه عندي بتتغلب على مفاقيد مين؟ مفاقيد الروتر. يعني بمعنى ايه؟ العلم كويس جدا يا جماعه، والله كويس جدا، ركزوا معايا قوي في المعلومه اللي هقولها دلوقتي. يعني ايه كل ما الروتر يسرع، كل ما ركزوا معايا قوي، كل ما الروتر يسرع مفاقيده بتقل. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ مفاقيد الروتر نفسها بتقل. كل ما الروتر يسرع مفاقيده بتقل. حد يقول لي بتقل ليه؟ لا، هي جوابها ليه 2 درجتين عمل سنه. المايكات كلها تفتح دلوقتي. معلش السؤال تاني يا دكتور كده؟ درجتين عمل سنه يبقى في سؤال تاني. ماشي. ده مايكل ده؟ يا دكتور. بص يا مايكل، كل ما السرعة عندي كل الروتر ما سرعته بتزيد، كل ما مفاقيده بتقل، كل ما الباور لوس بتاعته بتقل. ليه؟ ما ده نفس السؤال اللي سأله هشام من شوية. هشام كان بيقول ايه؟ بيقول السرعة الأعلى في نفس الموتور أو السرعة الأعلى بتديني إفيشنسي أعلى. فروحت أنا هجاوبه بسؤال تاني، إنه ليه الروتر كل ما بيسرع كل ما بيلف أسرع كل ما مفاقيده البي لوس بتاعته بتقل؟ ممكن عشان فكرة الاحتكاك يا دكتور بتقل؟ لا 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 خالص. لو فهمتوها دي يا جماعة هتفهموا حاجة كبيرة قوي. بص يا جماعة، طب خلي الروتر، بص خلي الروتر ده يسرع لحد ما يوصل للسنكرونس سبيد، ده اعلى سرعة بالنسبة له، اعلى طموح. هل في تقاطع الفلكس الروتيتنج بالروتر؟ هل في تقاطع لو سرعته وصلت للسنكرونس سبيد؟ هل في تقاطع يا جماعه؟ الروتر لما سرعته توصل للسنكرونس سبيد هل الفيلد بيتقاطع مع الروتر في الحاله دي؟ دكتور هو مش هيكون في تيار مار اصلا في الروتر. بالظبط يا عبد الرحمن، مش هيبقى في بص يا عبد الرحمن، مش هيبقى في تيار مار اصلا. يعني سرعه الروتر لما توصل للسنكرونس سبيد معناها انه ما فيش تيار في الروتر اصلا. دي معناها لو السرعة قلت يبقى التيار هيبقى موجود حاجة بسيطة، لو السرعة قلت يبقى التيار هيبقى موجود حاجة أكبر، لو السرعة قلت يبقى التيار صح ولا لا؟ يبقى كل ما يزيد التيار كل ما لص يحصل لها إيه؟
دكتور يعني في البدايه خالص بتكون الكفر لوسز اعلى قيمه ليها عشان الروتر كارنت اعلى قيمه ليها. وده سؤال في الامتحان يا عبد الرحمن، شفت اسئله الامتحان صعب ازاي يا عبد الرحمن؟ الكفر لوسز، الكفر لوسز اعلى قيمه ليها في البدايه ليه؟ عشان اولا الستارتنج كارنت عالي جدا، الستارتنج كارنت عالي جدا صح ولا لا؟ تمام مصطفى، اقفل المايك يا مصطفى. ماشي بس حاضر حاضر. الكفر لوسز عندي اعلى قيمه ليها في حاله الستارتنج. ليه السبب؟ لعلو قيمه الاي روتور باقصى قيمه، فالاي روتور بيقل يقل نتيجه السرعه بتزيد بتزيد، كل ما يحصل بقى السرعه بتحصلها بتزيد، كل ما الروتور كارنت بيقل بيقل، وكل ما الروتر كارنت بيقل ده بيديني مفاقيد اقل لحد ما توصل للسينكرونس سبيد. السينكرونس سبيد مش هيحصل اي تقاطع خالص بين الفلكس وبين الملفات بتاعه الروتر، فيديك زيرو كارنت في الروتر وزيرو باور على الروتر، والخارج بتاع الباور هنا يبقى زيرو، خارج الباور يبقى زيرو. في الحاله دي يبقى ما فيش مفاقيد خالص، يبقى والباور عندك بزيرو اصلا، الاوتبوت باور بزيرو، عشان كده تلاقي الموتور هدى، يهدي على طول الموتور ما يقدرش يستمر عند السينكرونس سبيد. اندكشن موتور ما يقدرش يستمر عند السينكرونس سبيد فيهدي، اول ما يهدي يحصل فيه تقاطع بين الفلكس وبين عظم الروتر فينشا تيار، نشا التيار دي دي معناها انه في عندي لوس. يعني فاهم يا هشام رأفت انت ومايكل؟ تمام يا دكتور. تمام دكتور، معلش سؤال. اتفضل يا حبيبي. حضرتك الترم اللي فات قلت انه لما لا انا كنت بضحك عليك الترم اللي فات يا هشام. الترم اللي فات كنت بضحك عليك. لا مش انا يا دكتور، مش انا اللي بتكلم. مايكل قول يا مايكل. حضرتك قلت انه لما اللود كان بيزيد كان الكرنت بيزيد، عشان وقتها كان لما اللود كان بيزيد كان بيزيد عشان بارلل واتيفر، اللود بيزيد الكرنت بيزيد واتيفر. قول كمل. ماشي، حضرتك قلت دلوقتي لما بيزيد الكرنت بيقل. ايه اللي بيزيد بقى؟ انهي بيزيد يا مايكل؟ ايه اللي بيزيد ده؟ انت بتقول اللي بيزيد الكرنت بيقل، ايه هو اللي بقى اللي بيزيد هنا بقى؟ السبيد. طب ايه علاقه السبيد بالتورك؟ ما ده بص يا مايكل هقول لك على حاجه. انا ببقى قاعد كده مثلا عامل نفسي مش بفهم حاجه في الكهرباء خالص، وببقى قاعد كده وجنبي مهندس مثلا في شركه مثلا ولا بتاع، يفضل يتكلم كده زيك واخدك جلال قوي، ها دي السرعه دي عاليه قوي فالتورك عالي قوي. طب ايه علاقه السرعه بالتورك؟ انا بحط ايدي على دماغي كده اقول ايه طب علاقه السرعه بالتورك؟ طب انا ممكن المروحه سريعه قوي احط على ايدي اوقف المروحه بايدي، دي معناها التورك بتاعها ضعيف جدا، وممكن المروحه تلف واحده 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 اروح اوقفها بايدي تلوحني. ايه علاقه السرعه بالتورك يا مايكل؟ التورك هو قوه، التورك ده قوه، ممكن انت تروح تمسك المروحه بايدك كده تشقلبك تلوحك كده، ده التورك. السرعه معناها حاجه سريعه قوي 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 قوي، سريعه قوي قوي، وساند عليها بمجرد ان ساندت عليها بايدي كده وقفت، يبقى التورك هنا ضعيف جدا بس السرعه عاليه قوي. يعني ممكن تلاقي بص موتور دي سي صغير كده بتاع لعبه اطفال كده، ممكن تلاقي سرعته عاليه جدا وتمسك المروحه بايدك وهو يقف عادي جدا مفيش مشكله، صح ولا لا؟ يبقى التورك بتاعه ايه؟ زيرو، صغير قوي. وموتور كده مثلا ضخم قوي وبيلف بيلف شايفه قدام عينك بيلف كده حاجه بسيطه، اروح امسك الداش بتاعته الاقيه لفيت معاه بجسمي كله، هنا التورك وهنا السرعه. فما ينفعش يا مايكل نخترع حاجات ونفكر زي المهندس بقول لك عليه ده بدون قوانين. يا جماعه اربطوا الدنيا بالقوانين، اربطوا الدنيا بالمعلومات اللي انت اخذتها. ارجع تاني يا مايكل. انا كنت ايوه دكتور معاك. بص يا حبيبي فين معادله التورك؟ مش ده التورك يا حبيبي؟ فين اهو التورك اهو، مش ده التورك يا حبيبي؟ خليها معادله التورك الاصليه. ده اهو مش ده التورك؟ هل هو الديبند على السرعه بتاعه الموتور؟ لا، هو ديبند على ايه؟ على الاوميجا اس اللي هي ثابته. ديبند على الاوميجا اس اللي هي ايه؟
ثابته. واحنا قلنا من شويه قلنا ايه الاس والار 2 عند ثبوت التورك، يعني انت عايز التورك ثابت ما يتغيرش، يبقى لازم الار 2 والسليب هما الاثنين. ممكن تبقى فاريبل سليب. بص 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 السؤال، بص السؤال عامل ازاي. فاريبل سبيد عند كونستانت تورك، يعني ممكن انت زي ما قلت من شويه اندرو عبد الرحمن هما بيفكروا مع بعض ولكن عايزين سرعه متغيره بس التورك ثابت. يعني ايه التورك ثابت؟ يعني الميكانيكال باور اللي خارجه من الموتور ثابته. طب نعملها ازاي دي؟ وانا قلتها من شويه بنفس الحوار، نعملها ازاي؟ احنا ممكن نغير الريزيستنس بتاعت الروتور وتكون بالنسبه للسليب ثابته. يعني ايه هنا اهو؟ يعني ار 2 على اس كونستانت، يعني لو قللت السرعه للنص اقلل ار 2 للنص فيديني ار 2 على اس ثابتين. كل ما تغير السرعه غير معها ار 2، كل ما تغير السرعه غير معها ار 2، كل ما تغير السرعه غير معها ار 2. الكونكلوجن في الاخر ايه؟ التورك يطلع لك ثابت. فما السرعه اتغيرت هي التورك ثابت. طب السرعه قلت قوي وما زال التورك ثابت. طب واحد ثاني، واحد ثاني معايا لسه معايا مايك ولا فصلت؟ لا اتفهمت يا دكتور. لا هفهمها حاجه ثانيه. الار 2 دي ثابته، جه مثلا مصطفى مثلا وجي قال لك ايه، لا 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 انا هثبت الار 2 معلش، خلي الريزيستنس بتاعت الروتر ثابته مش هغيرها، ورحت غيرت السرعه، التورك يحصل له ايه يا مايكل؟ يتغير وما يتغيرش عن طريق السرعه؟ لا لا يتغير. معلش تاني تاني مايكل ليه؟ ثانيه يا مايكل، انت ثبت الار 2، ثبت الار 2 ما غيرتهاش ماشي. الار 2 دي الريزيستنس بتاعت الروتور، الريزيستنس بتاعت الروتور ثبتها ورحت غيرت في السرعه، نتيجه تغيير السرعه معناها تغيير سليب. كلمه تغيير سرعه معناها تغيير سليب تمام. تغيير السرعه هنا يؤدي الى تغيير التورك. اه طبعا. ما هنا شوف، بص بص يا عبد الرحمن، بص يا مايكل، انا دلوقتي مره غيرت السرعه التورك اتغير، ومره غيرت السرعه التورك ما اتغيرش. ليه؟ عشان لما غيرت السرعه والتورك ما اتغيرش كان تغيير ار 2 معاها. فشفت انت انك لما تمشي على قوانين ثابته وواضحه وصريحه بترتاح ازاي؟ ما ينفعش احكم على الحاجه اللي قدامي دي كمهندس، انا قاعد كمهندس كده وحاطط رجل على رجل كده بعيد عن رمضان وبشرب شاي كده وبتاع وبقول ايه بقى؟ لا والله العظيم الموتور ده لو عملت كذا، لا انت ما تخترعش من دماغك حاجات، لا الدنيا لها قوانين. ويقول لك في الاخر يقول لك اصل العلم ملوش دعوه بالدراسه، اصل الحاجات دي ما خدناش كذا، لا انت ممكن تكون اخدتها وممكن تكون ما اخدتهاش، بس علم. انت ممكن الحاجه اللي قدامك دي ما اخدتهاش، يعني الحاجه اللي بتحصل قدامك في العملي في الشغل بره ممكن ما اخدتهاش. ما تقولش العلم ملوش علاقه بالدراسه، لولا العلم ما كنتش وصلت او لولا الدراسه ما كنتش وصلت للبراكتيكال مودلز اللي قدامك دي. بس في فرق بين واحد بيربط وواحد ما بيربطش، في واحد بين بيربط بين ده وبين ده، وواحد ما بيربطش خالص بين ده وبين ده. والله يا جماعه اي ايرور اي فولت اي موتور يتحرق اي موتور ستارتنج اي نظام بروتكشن اي كذا هو مرتبط بعلم. كونك انك انت اورينتد بيه ومش اورينتد بيه ده حاجه تخصك انت، ما تخصش حد تاني. كونك انك انت الستارتنج كارنت ستار دلتا سويتش، طب هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي ستار دلتا سويتش، ليه ستار وليه دلتا وليه ما بداش بستار وليه ما بداش كل التساؤلات دي هسالها لك. الستارتنج كارنت ارجع للستارتنج كارنت اهو، طالما خدنا محاضره الدكتور اشرف اهي، فين الستارتنج كارنت؟ مش الستارتنج كارنت يا جماعه ديبند على دي واحد، والستار كونكشن الفي فيز دي قليله اقل من الفي لاين، عشان كده لازم ابدا بستار. القوانين اهو، الاي ستارتنج في الباست عندك في في فيز، ده في فيز الباست عندك ده اسمه في فيز. انا لو طبقت الستار يبقى انا خدت الفي فيز بس، يعني لو طبقت الدلتا يبقى معناها البسط عندي هنا مضروب في جذر 3، عشان الدلتا يبقى ما ينفعش ابدا بدلتا خالص، لازم ابدا بستار عشان البسط بتاع شوف يا جماعه انا مهندس اهو. ليه بدات بستار؟ والله بدات بستار عشان البسط بتاع البسط بتاع الكرنت ستارتنج في في فيز، وانا محتاج الستار الفي فيز مش محتاج البي لاين، عشان الفي فيز عندي اقل من البي لاين فيديني طار اقل. يبقى انا بدات بستار ليه؟ رغم ان انا بقول لك هاخد الكلام ده تاني، انا هاخد الكلام ده تاني، بس انا بقول لك الربط بين القوانين والعملي بقى. انا بدات بستار ليه؟ عشان الكرنت المعادله بتاعته البسط بتاعها فيها في، والفي دي في فيز، والفيز هنا محتاج لو انا طبقت الدلتا يبقى انا كده اجبرت ان انا اطبق الفي لاين، فيبقى قللت التيار لجذر 3 كاني قسمت التيار على جذر 3.
ودي تولز بستخدمها ممكن ابدا بيها الاندكشن موتور، ابدا بستار ما ابداش بدلتا. لو بدات الدلتا يبقى اجبرت ان انا اطبق اللاين فولتج في الباست بتاع الستارتنج كارنت. طب ليه يا سياده المهندس ما بداتش وكملت بالستار؟ ليه قلبت دلتا؟ بص على التورك، بص على التورك. انا قلبت الدلتا ليه؟ ما كملتش ستار ليه؟ عشان انا معادله التورك عندي الباست بتاعها فيها في، فمحتاج هنا في النورمال اوبريشن بعد ما يقل التيار بتاعي وابدا في النورمال اوبريشن محتاج الدلتا بقى عشان احصل على تورك اعلى، عشان المعادله بتاعه التورك عندي هو النت فصل. دكتور عندك ولا ايوه معايا معايا لا معايا عندنا القطع عندنا معايا مصطفى غير اختفى بس يا دكتور ماشي عشان. فبدأت بدلتا كملت بدلتا ليه؟ ما كملتش بالستار، كملت بدلتا عشان احافظ على قوام التورك عشان البسط بتاع التورك برضو فانكشن في الفي فيز. فانا هنا لو كملت بالستار يبقى خدت البسط بتاع التورك في فيز. قال لا محتاج في لاين، طب محتاج في لاين ليه في التورك؟ عشان يديني تورك اعلى، عشان انا محتاج في النورمال اوبريشن تورك الكتريكال اعلى. فيا واحد يقول لك طب بدات بستار عشان اقلل الستارتنج كارنت، طب ما تكمل بستار، ايه المشكله؟ بدات بستار كمل بستار، هتقابلك ايه المشكله؟ هتقابلني اه مشكله، هتقابلني مشكله بمعلل التورك فيها كذا وكذا. يبقى انا دلوقتي كمهندس اتكلمت من وجهه نظر قوانين، اتكلمت من وجهه نظر القوانين المتاحه قدام الستارتنج كارنت والستارتنج تورك، عشان انا بتكلم في الدلتا ستار سويتش اللي هو في حاله الستارتنج. من هنا تبدا فكرتك ومن هنا تبدا اجابتك مبنيه على اساس علمي. لو غلطت في اي مكان وانت فكرتك مبنيه على اساس علمي مش هتدان، مش هتدان عشان انت ماشي على الورق والقوانين. ولكن لو لا 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 خلاص يا عم فكرنا right. So here we are talking about need and want, and we said that we حد لاقي سؤال تاني يا باشمهندسين؟ باشمهندسين قول يا محمد يوسف عايز تقول ايه؟ محمد يوسف يقفل المايك ما يتكلم. باشمهندسين باشمهندسين أزوك من حضرتك باشمهندسين معايا أزوك من حضرتك معايا حضرتك سمعني يا دكتور؟ أنا سامعك مصطفى بس أنا جاني بس حد اتصل بي دلوقتي فعملت الميوت المايك يعني في مشكله يا جماعه. انا اديت حته الستار والدلتا قبل ميعادها عشان خاطر ان انا بس اقول لكم الربط بين الدنيا ماشيه ازاي. وكان مايكل سؤاله مهم وكان برضه هشام سؤاله مهم، حته الافشنسي وضحتها حته من العمل شويه، ومايكل برضه نفس الكلام قال حته التورك والسبيد مش شرط يا مايكل في اي موتور غير لما تكون في ثوابت عندك. في ثوابت عندك انت عندك دايما. انا قلت بدايه محاضره النهارده لو رجعت لها في حاجه اسمها التورك سبيد كاركترستيك بتاعت اي موتور لازم ابقى عيني عليها، لازم ابقى شايف الكيرف قدامي. دايما الكيرفز يا جماعه للمهندس بتبقى اكبر دليل واجابتك تبقى بسرعه من الكيرف. يعني بمجرد ان بصيت على الكيرف بتاع الكاركترستيك بين التورك والسبيد في الدي سي شانت اقول والله لو التورك زاد السرعه قلت على طول بمجرد النظر، غير لما يبقى في قانون قدامي وده يتناسب طرد ويتناسب عكس وبتاع. الكيرف دايما تبقى عينك على الكيرف، اول ما تقع عينك على الكيرف على طول تبقى اجابتك واضحه وصريحه. عشان كده الكيرفز في الماشين مهمه جدا اتعامل معاها، ما تعملش من دماغي، ما تعملش من دماغي.
كل موتور عندك، كل موتور عندك محمد يسري يتتعلق يا محمد يسري. خرط كله محمد يسري. دايما لما تتكلم كمهندس اتكلم من طابع او واقع الدنيا في العلم، ما تتكلمش من دماغ. واحسن حاجة مايكل سأل السؤال ده بتاع السرعة والترك والكلام ده ليه؟ اثبت له بالقانون انه مش شرط يبقى الترك له علاقة بالسرعة، مرة يبقى ليه شرط ومرة ملوش شرط. يعني من التي ترك عندك السرعة لما زادت الترك زاد او قل في الاندكشن كمان، بس ده انت لو رحت للدي سي حاجة تانية. يعني عبد الرحمن قال كارثة من شوية، قال لك الستارتنج كرنت بيزيد من 5 أمبير عشان الباك ام اف. الباك ام اف حبيت تقولها في الدي سي ماشين، الباك ام اف تقولها في الدي سي موتور. عبد الرحمن سامعني؟ بص عبد الرحمن، الستارتنج كرنت في الدي سي موتور عباره عن الفولتج ناقص الباك ام اف على الار. فالباك ام اف في البدايه مش موجوده نتيجه انه الباك ام اف دي بتساوي كي 5 الاوميجا. فالاوميجا في الدي سي في البدايه مش موجوده، ليه؟ الموتور لسه ما بداش، ما فيهوش سرعه، فالاوميجا مش موجوده عشان ما فيش سرعه. يترتب عليها الباك ام اف مش موجوده عشان ما فيش اوميجا. يترتب عليها بدل ما اقول في ناقص اي على الار لا اقول في على الار على طول. فعشان كده الستارتنج كارنت يعلى قوي. شوفوا تفسير الستارتنج كارنت في الدي سي عامل ازاي وتفسير الستارتنج كارنت في الاندكشن موتور عامل ازاي. اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. عشان كده اجابتك لو موحده تبقى انت غلطان، تبقى انت غلط اجابتك. لو حد سالك في انترفيو او في اي مكان او في اي مصنع او في اي شركه وقال لك الستارتنج كارنت عشان باك ام اف، يقول لك لا انت ما درستش اندكشن ماشين. لما اسالك في حاجه زي كده حاجه اساسيه قول لي باك ام اف. الاندكشن ماشين ما فيهوش باك ام اف، وبالذات لما يكون واحد فاهم بتاع ماشين قوي يعني. يقول لك الاندكشن ماشين ما فيهوش باك ام اف. انت ممكن تقول لي سليب، ممكن تقول لي بلستان. الصوت راح يا دكتور. دكتور حضرتك سامعنا؟
شايف حد سامعني ولا ايه؟ انا سمعك كويس. هو الدكتور تقريبا طلع لما نتصل. في كلام. هو احنا هنستناه ولا نطلع ولا نعمل ايه؟ متجمعين عند النبي يا جماعة. هو الدكتور عدلي اختفى فين؟ هو كان كل شوية بيفصل عنده بس المرة دي طول يعني. انا بحاول اوصله حتى والله لسه ما بيردش عليا. المرة دي ذهب إلى الديب إنترنت بقى. ديب ويب. إلى الديب ويب يا عم. ربنا يكون في عونك في محاضرة الباور سيستم يا ابني، لغاية دلوقتي شغالة والله. تحملها إزاي دي؟ بتقول إيه؟ بقول لك محاضرة الباور سيستم فيها خمسة نايمين جوه والريكورد شغال لغاية دلوقتي. ما عشان كده بنرفعها خمس وست ساعات. يا عم استفحى. محاضرة غد الوقت شغالة هناك. يا الله. طب هبات ولا ايه؟ ما بقول لك ايه، حد بعت لينك المحاضره اصلا قبل ما المحاضره تبدا؟ خلاص هو الدكتور بس قال ان هو النت كان شويه بعافيه عنده، وادي دلوقتي حالا بقى فعلا بعت له اللينك هيدخل ان شاء الله. يا ابني الناس بتعذب عندك.
يوسف باسم سوري من يوسف باسم اصلا بقول هو اللي هو الريكورد بتاع باور سيستم هو اخره 4 ساعات صح وبيقفل لوحده صح؟ لسه قال لك باسم خبره عني في الحوارات دي. انا باسم باسم هو بآخر 4 ساعات صح؟ ريكورد تقريبا المشكله في لغايه دلوقتي عايز احمله مش عارف احمله خالص والله. المشكله كده حجمه بيكبر اكبر انا خايف يخش على 2 جيجا بايت حاجه والله. باسم الحاسم هنحمله ويقطع لنا ويبعته لنا. هو مش لسه بدري على الاغنيه دي يا جدعان ولا ايه يا ابني؟ احنا تلاقوها فاطر بس احنا بالشكل ده هنقفل على العيد. انا خلاص كفايه كده نقفل المحاضره وخلاص. وسيم السريتي عشان نسين عشان نسين. ايوه دكتور سامي تمام كده. لو في اي سؤال بقى حد يسال في المحاضره دي او الفت او قبلها او قبلها او قبلها او عايزين تشوف الامتحانات الاونلاين او الامتحانات الاوفلاين اوفلاين والكلام ده. الامتحانات هتبقى مصيره عندنا بنسلس عندنا بنسلس يا مصطفى يا عمر. ليه سؤال؟ الامتحانات تبقى شكلها ازاي يا دكتور؟ امتحان الماشين هيبقى صعب شويه، امتحان باور سنس هيبقى حلو في المتناول يعني. الالكترونكس في يوم الاربعاء في نفس الميعاد؟ لا لسه الالكترونكس ما حددتش ميعاده، يعني هنمتحن الماشين الاول يا مصطفى وبعدين نحدد الالكترونكس. طب يا دكتور اتمنى بالله عليك يا دكتور ان يوم السبت يجي ويكون امتحاننا الاثنين عشان الاسبوع اللي بعده في ضرب نار ملوش اخر. طب ماشي اوكي ما عنديش مشاكل. في باور سيستم الاسبوع اللي هو اللي جاي ما عنديش مشاكل درش. يعني مثلا لو خدنا واحد خميس وخدنا واحد سبت يبقى عنب خالص. لا السبت عشان اجازه المسيحيين. يا الله ما السبت يبقى صباح عيد القيامة. لا هو يوم السبت اصلا عندهم عيد مش عارف عيد ايه. السبت النور السبت تقريبا السبت لسه عيد. يا دكتور طب ما يعني تخليه بقى الجمعه اللي بعدها. ايه شوي ايه يلا الجمعه اللي بعدها عندنا كنترول في 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 الاسبوع اللي جاي جاي الاسبوع الجاي الدكاتره داخله بكل حاجه مفيش كله حاجز. انا بتابع معلش يا جدعان. بص يا مصطفى انت وبشوي عايزين احنا نصلح بحيث ان كنتوا يبقى ليكوا في الاول في الاخر ده تقييم. ما ينفعش اقيمك واقول لك لا هو الامتحان بكره او الامتحان بعده او الامتحان الخميس او الامتحانين هما الاثنين والخميس كده انا قيمتك غلط. انا عايزك تذاكر عشان تقيم صح او تقيم صح فاختار الميعاد اللي يناسبك عشان اعرف اقيمك. طب يا دكتور ايه راي حضرتك لو يبقى الماشين يوم الجمعه زي ما كنا متفقين قبل كده والباور الكترونكس في الاسبوع اللي بعد الجاي اوله خالص يعني ممكن نكون السبت اللي بعد السبت الجاي اللي وراه. ما عنديش مشاكل ده خلاص ونظبطها باذن الله مع بعض يا دكتور. بس مش عايزين يا مصطفى يتقال علينا ان احنا الباور كونكس دي مأخرينها والدفعه الوحيده ما امتحنش الكويز باور كونكس والكلام ده. لا 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 اطلاقا هو كده كده الاسبوع اللي جاي واللي بعديه كله كويزات فبالتالي احنا قاعدين في الريجن اللي هو. طب قول لي ميعاد يا درش قول لي ميعاد قول لي رقم يعني 5-5-2-5 كده يعني. دكتور طب انا ده مين ده البول مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هو دكتور بالنسبه للناس اللي امتحنت الكويز بتاع باور الكترونكس امبارح. لا ما خلاص بقى كده خلاص مش هنمتحن تاني. لا هنمتحن تاني وثالث ورابع. عبد الرحمن يا دكتور كده 8-5 يا دكتور 8-5-9-5 8-5-9-5 عشان احنا نمتحن الاثنين وحضرتك تاخد الاعلى الدرجه امتحن الاثنين. لا 8-5 مش موافق يوم اثنين. لا 8-5 ده موافق يوم سبت. يوم سبت 8-5 سبت و9-5 دي العودة بتاعتنا اصلا مش هنموت كده كده يعني. بالله عليك يا مصطفى هترجعوا اخر اسبوع يعني اخر اسبوع في رمضان هترجعوا يعني؟
لا مش راجعين يا دكتور خلاص، بعد العيد باذن الله، بعد العيد كمان باسبوع، عشان اول اسبوع حسابات هتمتحن، واحنا بعدها يبقى على الميدترم ان شاء الله. هو احنا ان شاء الله نمتحن الميدترم اصلا اونلاين في البيت؟ لا لا لا، هنمتحن في الجامعه ان شاء الله. بشوي بيطلع اشاعات. هو بيزود بس عدد المصابين عشان الوزير يقعدنا المره دي، مش الجامعه اللي تقعدنا. لا بشوي لا، ولا لحد وقت ما تمش حسم الموقف هتمتحنوا في الجامعه ومش في البيت. ممكن نمتحن كوزات زي التربيه والتعليم ونعتمدها وخلص الموضوع. ونعتمد الكوزات؟ هيبقى زي شهر ابريل اللي عندهم. ما عنديش مشاكل والله، انا والله انا بقول لك اهو والله ما عندي مشاكل. يبقى امتحان الكويز الماشيني يبقى جاي. بص عبد الرحمن، انا زي ما قلت لزمايلك حتى في الباور الكترونكس، انا مستعد امتحنكم في جزء صغير زي ما امتحنكم في المنهج كله، مفيش مشكله عندي. هي النتيجه تطلع 70% تطلع 70% النتيجه بتاعتي كل سنه بس. طب حلو 70 من 47، حلو 70 من 70. لا لا 70 انا نتيجه الماشين بتاعتكم السنه 73. انا الباور الكترونكس بتاع السنه 4 حاجه و70 برضه، نتائج كلها كل سنه لا بتقل عن 70 ولا بتزيد عن 80، يعني في رينج السبعينات على طول. 73 74 77 78. نجرب التمرين مع بعض، نجرب التمرين مع بعض. لا هتبقى صعبه شويه على بعض. التمرين دي بتيجي بالرقفه يا عبد الرحمن، تيجي بالرقفه. علينا يعني خلاص كده. اخر كلام، استبينا خلاص اخر كلام من الامتحان الماشين. طب انا امتحان ده النهارده حصل لي موقف، انا كلمتك يا مصطفى الصبح. يا دكتور انا كلمتك الصبح، على حصل لي موقف النهارده بحكم اللي انا ممكن امتحنك ماشين. انا دخلت النهارده الصبح الفتره الاولى على اساس اني اقدم محاضره باور الكترونكس. حصل فعلا، وفضلت اعافر واروح واعمل وكذا وكذا، ومفيش طلبه قدامي. وبعدين فوجئت انه محاضره الباور الكترونكس مفيش حد خالص غير طالب او اتنين حاجه زي كده داخلين بالغلط ولا موجودين اصلا. فاكتشفت ان محاضره الباور تونز دي يوم الثلاث الصبح، والنهارده عندكم ماشين مش باور تونز. فاستغربت جدا يعني. في الاخر مصطفى بيقول لي لا عندنا محاضره باماره ان حضرتك قلت لها هاخد محاضره اشرف حنف. قلت له فعلا حصل. فانا عايز اتاكد مين هتمتحنه الاول، تحسبا لتذاكر انت ماشين فيجي لك باور تونز في الامتحان. انا هبعت لحضرتك التاريخ النهائي بعد ما عملت. انا 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 مبدئيا احط امتحان ايه الاول، باور تونز ولا ماشين؟ الماشين. يبقى كده احنا خلاص بقى، جالكوا على الويب سايت بتاع باور تونز، جالكوا على الويب سايت كده هتمتحنوا ماشين برضه. نشوف برضه طلبه يا دكتور، لو حد عنده اعتراض نبدا بالباور الكترونكس ماشي اوكي، الماشين برضه اوكي اللي انتوا عايزينه. انا ما عنديش معترض خالص. جينا بصينا كده، عايزين بص يا مصطفى نبي على الدفعه، انا عايزين امتحان كويز تاني بعد العيد على طول في الاسبوع بتاع العيد ده، عايزين امتحان كويز تاني عملي. هيبقى حاجات كلها عمليه بقى، حاجات كلها واقع اللي انا بقوله ده. عايزين امتحان عشان ما نوقفش. وفي ورطه السنه اللي فاتت ورطه السنه اللي فاتت ان احنا مش لاقيين درجات وبنقينا نضبل وبنقينا الاسئله شافوا. لا مش عايزين كده يا دكتور. اقول لك حاجه، يعني ممكن بعد الميد ترم نمتحن العملي ده، بحيث كده الاسبوع ده بيكون احنا مريحينه. اصل قبل الميد ترم هنذاكر الميد ترم. يا مصطفى يا حبيبي بص هقول لك حاجه، الميد ترم 23/5 هينتهي 1/6. الميد ترم هينتهي 1/6. تقدر تقول لي كام اسبوع هتريحوه بعد الميد ترم؟ هو تلاقوا فاينل في وشكم. الفاينل مش على ما اعتقد، الفاينل مش هيبقى في شهر 7. هو بص كده بالظبط، هو بعد الميدتيرم. بعد الميدتيرم يا دكتور، هو الفاينل تقريبا هيبقى في بدايه شهر 7 بيبدا. طب بدايه شهر 7 يعني بين الميدتيرم وبين الفاينل 3 اسابيع. هو بس يعني هو الواحد مش عارف هل هيحصل حاجه وتاجل الموضوع ولا لا. المفروض ان الطبيعي بتاعنا هيبدا في شهر 7 ويخلص على اخر شهر 7 المفروض. مفيش حاجه تتاجل شويه. حلقات يا دكتور 3 يوليو 3/7. والنهايه يا دكتور قعدنا نقول في اول السنه في الترم الاولاني يعني مفيش حاجه تتاجل واجلنا شهر يا دكتور. انا عامل زي الدوري المصري. هي بص في الاخر بنجمع يا دكتور في حاجه واحده بس، كونسبت مصري، يعني هنطلع بره ليه؟ عامل زي الدوري المصري كده، تاجيل كل سنه كده بينتهي اخر دوري في العالم. والله العظيم يا دكتور وزير التربيه والتعليم ريح باله وريح نفسه من قرف كتير قوي. والله بص يا دارش، كل دراسه ولها طبيعه، وهو خلي بالك على حساب حاجات تانية، وبالذات هندسه كمان يا مصطفى. طبيعه ايه؟ خلي
دوت ساكت مش عارف يعني الواحد مش عاوز يغلط في حد، بس هو تقريبا ايه الفرق بينه وبينه بين الكرسي اصلا؟ ما فيش اي حاجه، ما فيش اي خطه، ما فيش اي حاجه. الفرق بينه وبين ايه؟ الصوت بيقطع مصطفى. ما فيش ايه الفرق بينه وبين الكرسي؟ ما فيش اي، ما فيش اي تطور بين الكرسي ثابت، ما فيش اي تطور، ما فيش اي حاجه، كل حاجه متروكه لرؤساء الجماعات. يرجعوا بقى رؤساء الجماعات يقول لك لا احنا مستنيين الوزير، وده مستني ده، ومستني ده، ومستني ده، ويحل لنا بقى يا دكتور. ليه 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 الصعوبه هنا يا مصطفى؟ عشان كل كليه لها طبيعتها. يعني الطب ما ينفعش ان هو ينهي الدراسه في الطب هيطلع دكتور كذا. ده ان لو اجتماع واحد، كل مثلا كل اجتماع ناقش كلتين او ثلاثه هيحل ده كله، لكن كل اجتماع يخش يشدد على الاجراءات الاحترازيه، يشدد على ايه؟ طب ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ علشان في كليات كتير عمليه يا مصطفى ما ينفعش انها تسيب مناهج وراها. يعني ما ينفعش مثلا مهندس يتخرج وما عندوش كذا وكذا مثلا، مش كده وبس. انا السنه فاتت مريت بموقف صعب. ايه الموقف الصعب ده؟ انا اديت سنه ثالثه السنه فاتت باور الكترونكس بالظبط، وبعدين تحولوا لابحاث. جولي في سنه رابعه كباور الكترونكس بشرح لهم عادي باور الكترونكس، بكمل لهم كورس سنه رابعه. الطلبه يعني تعبت معاها جدا، والنتيجه طلعت سيئه جدا، والطلبه برضو مستصعبه للدنيا. ليه؟ عشان مبنيه على ماده قبل كده. فانت النهارده طالب ما تقش ثلاث طلبه باور، لا ثانيه باور، اللي ما خدش ماشين، ما خدش ترانسفورمر مثلا، او ما خدش ماشين، ما خدش كومبيوتر والستر بتاع كذا، هيدخل الماشين ثالثه ازاي؟ فاهمين؟ هيلاقي صعوبه في كل حاجه. فدي مشكله اللي بتلاقيها. نفس الكلام بالطب الكلينيكال، مش كلينيكال، الكلام ده كله تلاقي الدنيا عندهم برضو لا، كل حاجه مترتبه على بعضها. فانت النهارده يوم يكون عندك قصور في كورس، بتلاقي اصلا كذا على كذا كورس، دي مشكله اكبر. فهو بيحاول على قد ما يقدر، على قد انا ما اعرفوش اصلا، يعني مش عايز اعرف، بيحاول على قد ما يقدر، او المفروض كده، المفروض انه على قد ما بتقدر تطلع باقل الخسائر في الجامعات بالذات. مش كل الكليه، مش كل الكليات، مش كل نفس الكلام. القرار اللي انت قلت لي عليه بتاع لازم الوزاره يبقى عندها بيان رسمي ان احنا قلبنا الدراسه اونلاين. ليه؟ لازم تقول لك انت قلبت الدراسه اونلاين ليه. تقول لهم عندي حاله 2 3 4 كذا، لكن قلبت الدراسه اونلاين من نفس كده لا، لازم يكون في حالاتهم وحالات مثبته. نفس الرد اللي رديته عليك يا مصطفى قبل كده، انه لازم يكون في ورق موثق انك انت قلبت الدراسه والله ليه. نفس الكلام، لازم يكون في اعتماديه وفي كونسبت واضح للكليات كلها ليه انت وقفت الدراسه حد هنا. انت النهارده ما قدرتش توقف الدراسه بتاعت التعليم الاساسي او التعليم ما قبل الجامعي في ثالثه اعدادي ولا ثالثه ثانوي، ما قدرتش في الحته دي، عشان دي معتمد عليها بعد كده كليات وتنسيق، ودي معتمد عليها مجموعه ثانويه عامه وكده. فكل حاجه وليها ليها الحاجه بتاعتها، لازم اخد في اعتباري عشان الموضوع هيروح في داهيه. بس لابد من وجود خطط والله يا دكتور، حتى في الفتره الجايه دي او اي حاجه يعني. أيوة الخطط. بص مصطفى، الخطط كويسه مصطفى، كويس جدا 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 ان احنا دلوقتي بنكلم بعض، وقدام مثلا كان شويه 105 طالب و103 طالب ووصل معلومه كويس، ان احنا وصلنا الكلام ده. لو حصل من 3 4 سنين بس كانت الدراسه فعلا شبه وقفت. كويس ان الموضوع اتطور اونلاين والكلام ده كله، بدا في تواصل الى حد ما، حتى لو المعلومه توصل حتى 30%، حتى لو حد سالك قال لك انت الاندكشن مثلا كذا 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 انا خدته بس مش فاكره، بس تقول انا يعني تقول على الاقل خاص، حتى لو قريت بعد كده تعرف. ولكن انك انت تبقى لا ابيض خالص لا، صعب جدا، صعب جدا كمهندس بكره وبعده. منكم هيبقى ناس ذات مسؤوليه، وهيبقى قراره صعب، قراره صعب، في ورق بينبع عليه. وفي يعني انا في مره يعني كلمت واحد يشغل حد، يعني عنده شركه في التجمع، قال لي والله العظيم ان عندنا احنا ما عندناش مشكله انه يشتغل، بس عن الانبع عندنا احنا بكارثه. قال لي بتتعامل مع مقاولين وبتتعامل مع هم بيعملوا تصميم المحطات الكهربائيه، تمام؟ قال لي ما عنديش مشكله انه يشتغل، بس عايزه يتوتك شويه، عايزه يبقى عنده الى حد ما كذا. قال لي اي مقاول بره بيسلمه شغل ممكن يلبسه في الحيط. فانت النهارده النهارده انت مش هقول 100% منكم، لو 10% بس، رحتوا في مكان والمكان ده في مسؤوليه عليك، مسؤوليه انك انت لو خدت قرار غلط الدنيا كلها هتبوظ. وانت مثلا ساعات تبقى انت المهندس الوحيد الموجود النهارده في كذا، فلازم تاخد القرار. اي نعم ممكن ما تلجاش الحاجه زي كده اول سنه وثاني سنه، بس ممكن تلجا لها ثالث سنه او رابع سنه من شغله. فالمواضيع بره مختلفه، اللي بيشيل مسؤوليه من صغره بيشيل مسؤوليه بعد كده، بيبقى حاول يتعلم بكذا كذا. بس فالوضع يعني مش هقول كل الناس هتبقى مسؤوليه وكل الناس عليها عاتق بره وكل الناس كل الناس لا، على الاقل خاص شريحه منكم هيبقى فيه ليها مسؤوليه كبيره.
وليها واحد بيقابل استشاري وانا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. انا من اسبوعين كده مستلم تقرير لمول في 6 اكتوبر، والله يا جماعه مهندس وكهرباء عامله فاشل بكل المقاييس. ده مش عارف يعني ايه اسيت كهرباء خالص خالص خالص، ده يترفض على طول. فدي مسؤوليه، هو عمل وصدر الموضوع ليا وانا المفروض ان انا استلم منه، فخلاص الموضوع كله ما فيهوش صح. حتى حساباته غلط معظمها، هي مش غلط اكتر ما هي في الاحسن. انت النهارده لما تخسرني مثلا 200,000 جنيه غير لما ادفع ل 200,000 جنيه غير لما ادفع 110 بس، او غير لما ادفع 80 بس. الدفع ليه تجيب لي الكابل من اخر الدنيا بسايزنج قد كده؟ ليه؟ ايه السبب؟ ليه انت تجيب لي، ليه تقول لي محتاج 2 ترانسفورمر في المول، انا محتاج ترانسفورمر واحد بس؟ ليه خليتهم 2 ترانسفورمر؟ ليه الترانسفورمر ده ب 400,000 لوحده مثلا؟ فانت النهارده بتاخد قرارات. النهارده لما انا ارد بريبورت معين للمكتب الاستشاري ده، لا المهندس ده مش هيقعد في يوم فيه خالص. ليه؟ عشان رد بتقرير علمي انه لا الاحمال كذا كذا وده كذا والاستنتاج كذا وده وده وجنريتور كل حاجه رديت عليها بالسالب. عشان انت النهارده الاونر نفسه، فدي انا مش عايز ادخل في تفاصيل، بس اكتر من كل واحد عليه مسؤوليه وكل واحد هيعرض لمسؤوليه، والامضه بتاعته ممكن توديه وتجيبه في حاجات تانية. فالحته دي هي اللي هتخليك دلوقتي انك انت لازم تتعلم، وتعلم دلوقتي غير لما تتعلم بعدين. النهارده تسال زي ما انت عايز، بكره هتسال زي ما هم عايزين. حد لاقي سؤال في المنهج؟ ريكورد يا دكتور. افصل الريكورد ولا ندي محاضره باور تونس مصطفى؟ والله ما قادر والله.